فاش كدوز حدايا دابا شي بنت لابسه ومقاده وطالقه شعرها، كندعي ليها من كل قلبي ربي يذوقها ديك الحلاوه اللي انا عايشاها. حتى انا لبس، حتى انا تعريت، حتى انا عمت في البحر بالمايو، وحتى انا درت كاع البنات داكشي اللي كيديروا كاع البنات تقريبا واللي داروه كيحلموا يديروه، حيت انا كان ظهرنا لاباس عليهم. واخا متحررين كيخليوني نلبس سافر نخرج، ولكن كان عندي واحد خويا الله يعطينا بركته كيطير داير ليا ابراج المراقبه، حيت كان اخواني بوالحياه فين من وين حط رجليا كنلقاه طرق عليا العشاء نعسه. هادشي لما كانش هو اللي حاضرني نيت، كنت ديما مضاربه انا وياه، ديما شوها في القهاوي في الاماكن العامه، راه كيجي بابا وماما معايا برا كيقلبوا عليه حيت كيقول لهم راسهم هم نعني من شحال من حاجه وحاجه ومن شحال من فرصه وشحال من خرجه واعره ولا سفيره. كان مركب فيا بوق في قاف، القلب كيسكت ليا وكنسكتو حتى صحاباتي معايا اللي حتى هما ركبت فيهم داك الخوف من خويا. نقول لهم ها هو بحال تقول راه خوهم حتى هما. طبعا الخوف ركبته حتى في منير، اجمل حاجه عندي في حياتي، كاع جميع انواع المغامرات درتهم انا وياه باش نخرجوا غير دقيقه ونجلسوا جلسه نقيه نشبع عيني من شفتو. هكذلك 6 سنين وحنا مع بعضنا، الحب حقيقي ونقي ما عمرو ما قاسني ولا حتى يدو عليا. كان كيحافظ عليا حتى نتزوجو، انا كنت في عامي سادس ديال الميديسين ومنير دار تخصص امراض العظام، واول عام دخلت الميديسين بغيت نقول اول شهر في الحفل ديال الادماج اللي كيديروها في الاول كان من المنظمين، كان اول مره نتلاقاه وتما وقعت الواقعه. كلشي دابا عاشنا مع بعضنا وخا فارق السن اللي بيناتنا، كنا غير كنتسناو نكمل انا عامي السابع ويجي يخطبني ونتزوجو، كنا غير كنتسناو. حتى هو كان كيخاف عليا من بطش خويا، هو اكثر شخص عارفني كيفاش دايره واش حنقيه، انه واخا كنلبس واخا كنخرج ولكن عندي تربيه ربوني على والدي ومستحيل نضيعها. واحد النهار كانت عندي كارد في السبيطار، حتى مولين كانت عنده مناوبه ليليا، ايوا كنت انا مره كنسلت نمشي عنده للسيرفيس اللي فيه مره هو، المهم كندوزو اي تاني خاويه مع بعضنا. خرج انا وياه سلتنا نمشيو نتعشاو دغيا، مشينا في طوموبيلتي وقع ما لم يكن في الحسبان. انا عارفه ان خويا كيدخل بكري للدار، وكان ديك الساعه الوحدة الليل ومنين كتكون عندي مناوبه ليليه كنكون مهنيه، هو كيكون مهني ومطمئن. ولكن داك النهار وقفنا في السطوب ويقشعني وسمعنا، يمكن ليكم تصوروا البقيه، لانه فاش كنتفكرها قلبي كيضرني، قلبي كيبغي يسكت، اكبر شوهه واكبر قمعه. والضرب اللي تحمله منير من خويا الهمجي اللي كان كيفوق قوه وعنده عضلات كبار، انا بقيت غير مغطيه وجهي وكنغوت وكنبكي، حتى فكهم غير الناس ومن شعري جرني خويا حتى للدار. فيقنا الدار وبقى كيغوت عليا وكيضرب. طبعا يمكن لكم تصوروا نظرات الخدله اللي قريتها في عيني بابا وماما اللي ما حملونيش. بابا منع نفسه انه يقول حتى كلمه، ويا ريتو غير يقول شي حاجه. حطمني هو اكثر بسكوتو، ومن ديك الساعه حياتي تحولت لجحيم لا يطاق. سمحوا لي دخلت عليكم دخله مجهله، نعرفكم بعدا براسي، انا ياسمين المغربي في عمري 24 عام، عندي حقي في الزين، والدي عندهم اسم ومكانه في المجتمع، حلمي يكون عندي كلينيك ديالي انا ومنير، ونعيش حياتنا نسافر وندخلوا ونخرجوا. ولي حتى هو كان من عائله مرموقه ومعروفه في المدينه، وكان كل شيء كيقول من ورا ظهرنا انها اجمل صفقه زواج، ولكن ما قالوش ان شاء الله، وما عرفوش ان عينيهم اللي تبعونا هما اللي حرقونا. والدي كانوا كيامنوا به وفرحانين به وبقرايتي وكيساندوني، اي حاجه بغيتها كيوفروها ليا، وعندهم القرايه شي حاجه مقدسه. خويا اخواني خارجين من الجب كيف ما كيقولوا، تشدت بزاف ومزوج وعايش معنا في الفيلا الكبيره، ومراته ولدو اويس داير لمراته حضر التجول الا برفقته هو، حتى ماما ولا انا ما كيخليهاش تخرج معنا لانه كنجيو شويه متحررين بزايد. واخا ماما دايره واحد الزيف صغير ساتره شعرها او بالاحرى شويه من شعرها، تخيل حياتك تبدل بين ليله وضحاها، تقلب راسا على عقب، كل شيء تضرب لك في الزيرو. حيديا هذاك خويا الهمجي التليفون وسوارت الطوموبيل، ولانه داك النهار صادف الويكاند ما كاينش الخروج ولا الدروج، في الصباح مشيت عند بابا باش نشكي ليه ونفسر ليه، قابلني بنفس نظرات البرود والاحتقار اللي قابلني بها في الليل، حاولت نستحضفه وهالو. اول ما مره بابا كيتصرف معايا بديك الطريقه، الكلمه او بالاحرى الجمله الوحيده اللي قالها ليا هي
غادي نوريك كل شيء، غادي نحرمك منه. حشمتيني حدا الناس المسخوطة. انا هنا ما تمالكش نفسي، بس كان غوت حتى بحيد. شنو درت انا حيبط الله لهاد الدرجه؟ ولكن خويا كان داهل لعبتو وزاد من عنده وكحل لي كحل. تقضى الامر وخسرت بابا الى ما نقول الابد. جا نهار اتنين وفت كعاتي باش نمشي للسبيطار، كان عندي مناوبه يوميه هاد المره. طبعا قطعوني على اي وسيله من وسائل الاتصال. كان قلبي محروق على مدير فوق ماش فوق ما كيجيني في بالي. كتخيل كيفاش خويا كيضرب واحد عيني. خرجت من بيتي اول مره من هذاك النهار المشؤوم. كل شيء كان كيجي من عندي، من ماكله حاجيات. ماما كانت كتجي مره مره كتطلع ليا وهي متاسفه ومتفهمه، وانها كانت على بال على مونيا. كتعرف ماما صحتني تهدن شويه وما زيدش المشاكل، وانه يقدر مع شويه الوقت والامور غادي تقعد. مشيت للسبيطار، كل شيء كيشوف فيها، كل شيء كيشمت، كل شيء كيوشوش من ورا ظهري. هكذا دايرين الناس، كيتسناو اول فرصه باش يشمتو فيك. مشيت للسيرفيس ديال مونير، كنقلب عليه وقلبي غادي يسكت. بالفعل لقيت تماك واحد المريض ديالو. فاش دار شافني شويه شويه يطلع لي المريض من يدو اللي كان متكي عليه باش يوقف. جلسو دغيا وخرج عندي وعيني غادي تاكل وجهي. ياسمين كي بقيتي؟ شنو طرا لك؟ علاش تليفونك طافي؟ انا جمعت لي الدموع في عينيا وطقطقت بالبكا وما قدرتش يصبر. جرني من كتفي، مشينا لواحد البالكون كيكون خاوي، شدني من كتافي بزوج، بقى كيهدن فيا وحتى هو عينيه كيدمعو. صافي ياسمين، صافي الله يخليك، ما تبكيش. انا هضرت مع الدار، غادي ان شاء الله نهضر مع الوالد ديالك وناخذ موعد ونجي نخطبك من عند داركم. وداك خوه بقالك وقالو فين يزيد يتحكم فيك مثلا. انا هذا بدات نبضات قلبي كتسارع بالفرحه. هذا هو المضمون في هاد ولد الناس اللي صبرت معاه وصبر معايا واللي عطيتو 6 سنين من عمري. دوزنا ساعة مع بعضنا، عاودت ليه شنو طرا. بغى يموت ويطرطق فاش عارف اني دخويا تحت ثانية. كملت ستاج وجيت خارجة ونلقى خويا وولدو وهو يسحب دابا في السبيطار كيتسنى. تصدمت انا، مالو شنو باغي يشوفني شو اخرى؟ الحمد لله اللي مخرج معايا منير. مشيت عندهم وشفت فيه هزيت اويس وطلعت في الطوموبيل اللور. درت ليه بحال الشيفار وغير طلعت غوت عليه. مالك انت شفتك تسرتي عليا بالزايد؟ انا غير ما بغيتش نشوهك وركبت معاك. هادي اخر مره نلقاك حدا السبيطار ولا فاك سمعتي؟ انا ماشي هو الولي، انت ماشي هو الولي ديالي. يلا هبطني هنا نشد تاكسي نموت وما نركبش معاك. ما جاوبنيش، صد البيبان وكمل الطريق وانا كنموت بالبكاء على هاد الحقره اللي حاقرني. داز الايام ونفس السيناريو كيتعاود. منير كتشوفو غير في السيرفيس، مره مره خويا كيوقف عليا في السبيطار ولا كيدخل حتى لداخل ولا داير لي الرعب ديال بصح. بقيت صابره صابره غير على وجه منير اللي قرب ينفذ وحده. واحد النهار جات عندي ماما بحال مخلوعه. ياسمين، واش انتي اللي قلتي لمنير يجي عند باباك؟ تحلو عيني وشفت فيها كنحاول نقرا ملامحها. اها ماما، وانتي راك كنتي عارفه انك كنا باغيين نديرو هاد الخطوه. ماما، ولكن علاش ضربتيها ياسمين؟ كان خليتيها حتى يبرد باباك. انا هنا تخلعت. علاش ماما شنو طرا؟ ماما باسف، باباك جرى على منير وباه خوك سمعهم اللي ما عمرهم يسمعوه. انا بكيت على الصدمه، اول مره نسخف في حياتي. حتى فقت في لاكلينيك ومن تما حياتي غادي تبدل 160 درجه. ايام بابا طرد منير وباه اللي هو طبيب معروف في المدينه واللي حلف عليه انه ما عمرو ما سميتي تجي على سميتو، ما عمرني نقول ليه. لحد الان ما عرفتش علاش بابا تصرف هكا، مازال ما متيقاش. بابا كان كيموت عليه، كيموت عليا ومتفهم. صحيح ما عندوش مع داكشي ديال الدراري والتصاحيب، ولكن دابا عارفني بعقلي، ولا كنت مع شي حد غادي يكون من اجل الغرض الزواج. ولكن ما تقدروش تصوروا خويا كيفاش كيدير، كيفاش كيعمرو، كيرجع بحال شي شيطان عنده القرون. كيتحكم فيه، كيقدر ياكل دماغو. قطعت الماكلة، مبقيتش كنمشي للستاج، والأمور غادية وكتعقد. منير مبقيتش عارفة كي ندير نوصل ليه. خويا قطع عليا صحابها أصلا، هو كان كارهم. هادشي كامل توقعتو منو، ولكن اللي ما توقعتوش أن كيفاش بابا مسافو ومخليه يدير فيه هادشي كامل. واحد النهار دخلت ماما لعندي لبيتي ورغبتها تعطيني غير التليفون نهيطها لمنير. طبعا رفضات، هذه المرة الأولى اللي كترفض ليا شي طلب، ولكن بقيت فيها وعطاتني دغيا. عيطت ليه، هو كان عارف المرض ماما، غير عيطت ليه جاوبني ديك الساعه وصوته مبحوح ولكن مخلوع.
ياسمين فينك؟ انا غلبتني البكاء وبقيت غير كنبكي ونشحق، صوتك يرجع فيا الحياة والنبض. قدرت نطق بحس كلمة وهو غير كيبكي معايا، بقى كيقول لي والله حسن خرجك من عند داك المريض ديال خوك، والله ما نخليك عنده دقيقة غير صبري. خدات لي ماما التليفون ورجعت حياتي جحيم لا يطاق. قطعت القراية انتقاما من بابا اللي كان حلو أن يشوفني أكبر طبيبة. واخا كنت كنتعذب لأن الميديسين حياتي وكان بغيها بزاف، ولكن أنا في مرحلة اكتئاب حادة غير ربي هو اللي عالم بيا. ما كنتش كنصلي، كنسمع غير الأغاني اللي كيزيدوا يجعروا فيا الحزن. كانوا صحاباتي كيجيو فاش كيكون خويا خارج، طبعا خزنا منه، ومن بابا اللي كيسافر بزاف للهند حيت عندنا أكبر معمل ديال التكستيل والأثواب في المدينة. خويا كان قاهرني وكيدير فيا مامها. بابا قام مسوق للشكاوي ديالي، انا وماما كيتيق في خويا تيق عمياء. هادشي اللي زاد قهرني وخلاني نقرر نجلس من القرايه وطيح حياتي باش يحس هو بالذنب. واحد النهار جات عندي واحد صاحبتي مسكينه كترغب فيا باش نرجع عندي كلشي باش نقدر نفعل يدي، ولكن ما قدرتش. انا عارفه الا رجعت غادي يحرروا لي العيشه ديالي، غادي نزيد نتشوه، وما كانش عندي الجرأة باش نواجه الناس. كانت هاد صاحبتي كتجيب لي رسائل من عند منير بحال زمان عبد الحليم، وكنت كنرد عليه مره نصيفطو مع ماما مره مع صاحبتي. حتى واحد النهار جا عندي خويا ومرات قلال فاش كان كيجي كيطلع عليا، كان باش يعطيني الاوامر ولا باش يسولني واش صليتي. خير زيدي عتبي في راسك، هذاك راه غضب الله عليك. هاد المره فاش جا جلس اول مره يجلس يعني السيد مطول شاف فيا حتى هيا، انا ما عبرتوش، بقيت كنلون في حد الفصار ديالي والدخل ديالي كيغلي. سكت شويه ونطق ياسمين، حتى الامتى غتبقي في هاد الحاله؟ ما جاوبتوش كانه غير موجود، وزاد كمل راه حياتك كضيع. انا راه ماشي حيت كنكرهك كندير فيك هادشي، راه حيت كنبغيك وباغيك تمشي في الطريق المستقيم. ميمكنش نشوفك غادا في طريق الهاويه ونخليك. انا هنا طرطقت عليه وطرت عليه وبديت كنغوت، واش انت انسان؟ واش انت عندك قلب؟ انت مسلم؟ انت مؤمن؟ ربي قالنا هكا تعاملوا مع الناس، واش ما كتصحش الا غلط؟ انا ومنير راه كانت نيتنا الزواج، وعلاش فاش جا خطبني جريتو عليه؟ ها اجاوبني هو معصب، هذاك راه ما يصلحش ليك الزواج، هذاك راه ديوت، هذاك باه اكبر شفار، وسمعتو داير السمعه ديالو بحال الويل، كيشربوا في الطبله. واش بغيتي ولادك يخرجوا سكاريه ولا حتى انتي بغيتي ديك عيشه التحرر؟ انا هنا زدت شعرت، اسيدي ماشي سوق حياتي هذيك، الا كان الاسلام هو اللي انت فيه وعايش بيه انا ما بغيتوش. انا واي صرفقني اكبر تصرفيقه، حتى حسيت بالفك ديالي طار، هزني من كتفي وكنسمع ماما ومراتو كيغوتو من ورا الباب اللي كانت سادها. عاد على سناني وقال لي بكل غيظ، ما عمرك ما تحلمي تفلتي مني وتمشي عند هذاك الكافر الشماته، غادي انا نزوجك على يدي وجد راسك لعيشة الرجال. بقيت كنغوت نغوت ونبكي حتى مشى لي حلقي، مشى وصل الباب خلاني من وراه بحال شي حمقى ما عارفه اين جحيم غادي يرميني فيه هاد بنادم. بقيت شي سمانة وانا كنساين صاحبتي تجي عندي باش نعطيها رسالة لمنير تقول ليه ضروري نلقى شي حل، انا مستعدة نهرب معاه. النهار اللي جات فيه صاحبتي عطيتها ليها ومشات، هو النهار نفسه اللي في الليل جات عندي ماما كتقول لي انا بابا جا من السفر وجاو عندو شي ناس يخطبوني وغدا جايين يشوفوني. صدمت وديك الليلة دازت عليا كحلة. فقت صباح وجات عندي ماما كدق، ياسمين مال هاد منير صدعني في التليفون؟ قلت لك قطعي علاقتك بيه، راه غادي تجيبي غير المشاكل راسك، تصالحي مع باباك يا بنتي، تصالحي مع باباك ورجعي لقرايتك، هادا مكتب عليك الله. شفت فيها بنظرات كيدوب الجليد، عاد قلب الأم وبقيت كنبكي ونرغب فيها تعطيني غير التليفون دوي مع منير. منير عطاتني ولكن بشرط انها تكون اخر مره. عيطت ليه وجاوبني سمتم، ياسمين يمكنش لك لي نهربك بحال بنت الحرام، غير خلي الوقت يدوز ورجع عند باباك. انا غوت عليه، راه ما يمكنش منير اجي خدني هاد الليله، راه باغين يزوجوني. انا منير بدا كيكح، كيفاش ياسمين؟ واش حنا في فيلم هندي؟ شاد تخربيق، الا كنتي كدير هكذا غير باش تضغط عليا راه اللي فيا كافيني. انا هنا تعصبت، وانا اللي فيه ما كافينيش يا منير، دابا واش غتجي ولا غتسمح فيا؟ انا دخلت ماما خدات لي التليفون صرفقاتني وقالت لي انها ما عمرها ما غادي تزيد تثق فيا من هنا لقدام. اه كيف ما قال منير، بحال اللي عايشين فيلم هندي. انا براسي ما مصدقاش. وصل اليوم الموعود،
كان سايد شي إشارة من المدير وشوية راه غادي يجيو الناس. جا خويا حل الباب ودخل عليا، لقاني حالتي وقف هو معصب. شوفي انتي غادي تنوضي غادي تدوشي وغتجمعي هذيك الحالة وغديري زيف وغتهبطي عند الناس وتسدي داك الفم، واللي قالوا لك قولي اه، تقولي شي حاجة من غيرها والله احسن ندمك. شفت فيه بشرارة وجاوبت بكل جرأة، تقدر تحلم والله ما غادي تكون غير كلمتي، وكاع ما تصدع راسك هاد الزواج ما عمرو يكون، غير صبر شوية دابا يفيق بابا من القلبة وهي يتبلى بيك. هنا دخل بابا وطلع فيه هبل، سمعي داكشي اللي قال لك يوسف خوك غادي ديريه، غاد راه ولد اكبر تاجر في فاس، غادي تقبلي بيه وتهنينا مصداعك يا الغداره، هادي اخر تربيتي ليك، ها ضربيني في ظهري مع ولد داك الشلاهبي اللي جاي يطلبك مني وريحته عامره شراب. ياك ما كنت مخليك مخصوصه من والو، السفر كتسافري لبس كتلبسي طوموبيل عندك، ياك شرط الوحيد عليك انك ما تقربيش من ولاد حرام. انا يلا جيت نقول لي شي حاجه ويخرج وسط الباب بقوه. مع سد الباب تدو في عينيا كاع الابواب ديال الدنيا، بقيت غاطية غير البكا حتى سخفت شوية. جاني واحد البرود رهيب كأنه هادشي معمرو طرا، نضت بكل البرودة دهوش ولبست وقديت وعيطت لماما تجيب لي زيف ديالها، درت فوق راسي وجملة واحدة كدور ليا في بالي، دابا نوريك الشوهة ديال بصح اسي يوسف. هنا بدات الحرب بالنسبة ليا، ماما استغربت هاد التغير المفاجئ، بقيت غير حاضية يعني نمشي نهرب بصح مع منير، كل دقيقة كطلع عليا. جا يوسف طلع ليا حتى هو، لقاني لابسة جالسة كنلون شوية، سمعت الأصوات في الدار أكيد هما هادو الناس. قلبي بدا كيخبط وجوني الدموع في عينيا، والأول مرة يمكن نحس راسي محتاجة نسجد لله ونطلب ونستغيث به. بقيت كندعي كندعي يا ربي فكني منهم، يا ربي راهم ظالميني، أكيد هذا غادي يكون من طرف خويا وشي إخواني معقد بحال، وغادي يخرج ليا على حياتي بحال سنة مرات خويا مسكينة. يا ربي علاش تا دينك راه ماشي بحال هكا، هادشي راه بزاف. شويه سمعت صوت ماما مورا الباب، اه هيا جايه انا جايه انا ندخل نجيبها. دخلت عندي لقاتني بحال شي صنم، شافت فيا وحنا ثانية عنقاتني وباستني صراحه. هي ما عندها ما دير، ولكن كنت متوقع منها تحاول تقنع بابا. سمحي لي يا ياسمين بنتي ما عندي عليك شحط، الله يصايب ليك. ما جاوبتهاش، هبطت معاه هنا قلب والروح غايبين وغير الجسد اللي غادي حاضر، وهبط في الدروج وصلت للصالون ورجلي بداو كيخواو، انا مستعد تنطيح في اي لحظه، يا ربي تكون اخر طيحه في حياتي اللي ما عمرني نوض منها. بقيت غاده مهبطه راسي، ما يمكنش هادشي اللي كيوقع ليا، باين لي روض وحا كلشي تقلب، اش كندير علاش غادي نضيع حياتي؟ هاتي طراتي شفت خويا وكل الكره ديال الدنيا تجمع في قلبي، ضيع حياتي على قبله وندمو مازال. بقيت غادا حدا ماما وجلس حداها بلا ما نشوف شكون كاين، ما نسيتش راسي. سلمت عليا واحد المرة وقالت لي انها امو مرا فاسية، حتى هي عندها ديك الراء ديالهم دايره داك الزيف طويل وانيقها واخا هكاك وعليها واحد النور والهيبة، بقات كدوي معايا وانا ما عارفاش اصلا اش كتقول، كنجاوبها غير باه ولا، وبالي كله مع منير اللي شنو غادي يدير باش يعتقني. بقينا هكاك شي نص ساعة، شوية قالت يا ماما ياسمينة عمار بغي يشوفك. انا هنا تشلحت قاصني السمك، شكون هاد زبال تاني؟ تفكرت انه يقدر يكون عريس الغفلة، ناهر على سمية بين هذا جاي من داعش ولحيته اكثر من ديال خويا، وعنده شي كيرش ولابس شي سبرديلة وعباية وكبوط، ناهر يمي. مشيت مع ماما وانا حاسة بحال هاديك اللي غادي بها الاعدام. وصلنا للصالون الاخر جلس على طرف ديالو، كنسمع صوت بابا كيهضر، زيدا ياسمين زيدا بنتي زيدي. تشللت، اضطر يوسف ينوض عندي وينوضني، انا غادا تابعها بحال شي مونيكا مرفوعه ما حسب والو. جلست وطلعت مع ريحه المسك، حسيت براسي بحال شي زاويه وحده شي فقيه. تسمعت شي حد كيقول هذه هي لاله ياسمين، تشرفينا بنتي تشرفين. انا هنا سقط لساني، ياك ماشي شارف هارف غادي يديرني مراته العاشره. شو اللي كنسمع بابا كيقول يمكن خليهم مع بعضهم شويه مشو نجلسوا في الصالون لي اون فاس، ها شنو ما شارف، لانه كنت سمع زيت شاي مازال ما شفت كاع اللي جالس حدايا بحال عندها شي عميه. قرب يوسف حدايا حنانية وشوش ليا في ودني، غادي ديري شي حاجه ماشي هذيك غادي ندمك على حياتك، انا قريب غنسمع شي حاجه ما تعجبنيش تفهمه. زاد تشللني وكررهني في راسي وزاد لساني تساقط،
مش اخويا سمعت واحد الصوت زاد دوخني، واحد الصوت رزين وغليظ كيبحي ان الشخص بحال عنده شي قرن. دكتور ياسمين، سلام سلام عليكم. ما جاوبتوش، دار ديك ما جاوبتوش ويزيد قال تبارك الله ما شاء الله، قاعد يحشمه هو قار، الله يزيدك من نوره. انا هنا تصدم، اول مره شي واحد يقول لي حشمه وقار، ويلي يا اما انا في قناه اقرا ولا فين. ما جاوبتوش، انا شاده غير يدي مزيرهم غادي يطرطق لي شي حرق. حنحن عاود صوته شويه وقال لي بهمس، ياسمين عرفتي انا منين جاي باش نتعرف عليك؟ واجد علينا غير بنظره. انا هنا قلت ناري امي، هذا جاي من باكستان ولا من سوريا مع المجاهدين مشيت فيها. ويزيد قال واخا لا بقي على خاطرك، يمكن حتى الجلسه الشرعيه الاخرى وتكوني استانستي شويه. جا نايض وانا نهز عينيا بلا ما نحس وانا نصدم، ما هذا يا هذا عمار صدقتي تيهز باللحيه وحب النور طايح عليه. ونزيدكم بودر ولابس مزيان زويون، شعره كحل واسمر وطويل، فشف شفت فيه لقيت فاهيه فيه بحال ديك اللي ما عمرها شافت شي راجل. ابتسم ليا وقال ما شاء الله مثل ما توقعت، وصفوك ليا حفظك الله، غادي نرجع غدا ان شاء الله باش نخليك تستانسي مع الوضع. في امان الله وحفظه. اين امان واين حفظ السي محمد؟ مشى خلاني، واش عندي خويا كيجري مال السيد مشى ضياك ما قلتي لي شي حاجه؟ شفت فيه ورجعت المعارضة الواقع، سولو هو انا تفحالي مشى كيجري عنده من تما ما رجعتش. شفت يوسف خويا طلعت لبيتي من بعد ما ودعت ماما، مشيت لبيتي وانا في المود ديال البكا. اش التخربيق اللي وصلت ليا سيدي ربي؟ شويه دخلت عليا ماما وجلست حدايا بقات كتشوف فيا. بنتي ما عرفت ما نقولك، انا عارفك غادي تكوني ما حاملش الوضع، ولكن راه عمار ولد الدار هم متقي الله وقاري واعي، ما بغيتي تعرفي عليه والو. خشيت راسي في الوساده وبديت ديك المناحه حتى داني نعاس. فقت مع الفجر على غوات في الدار، حليت الباب كنجري لقيت خويا كيقول والله حسن قتلو، رجع لقاه كيدور من هنايا والله حسن قتلو. ناري شكون؟ فهمت بلي منير كان كيدور وحد الدار وشاف خويا، يعني منير كان كيقلب على طريقه باش يتواصل معايا، يعني ما نسانيش. دخلت لبيتي كنجري بقيت كنبكي، طليت من السرجم لقيت زنقه خاويه، يعني منير مشى. وحاش ما طليتش قبيله يا ربي علاش؟ في الصباح جا عندي خويا كنشوفو كنبغي معرف شنو ندير، مزق ليه على وجهو وسبابي في عذابي وعمرني نسمح ليه. دخل عليا وهو كيخنزل، راه داك بنادم الا شفتو مازال كيحوم حدا الدار والله حتى نقتلو. راني علمتك عندك الزهر ان عمار ما حس بوالو البارح، وفسر سكوتك انك حشمانه مولفاش هضري مع الرجال. ما عرفش السيده راه معلمه. ونزيدك راني قلت ليه انك لابسه الحجاب، يعني اعتبر راسك من دابا او من البارح درتي الحجاب. مبروك عليك فرحتيني اختي العزيزه، واش دير راسك ثاني غادي يجي عمار هاد العشيه يشوفك وردي عقلك لراسك؟ راه هادي هي الطريق اللي تصلح ليك. خرج خويا وخلاني مقوره اكثر من اللي كنت، ونهار كامل وانا كنبكي. العشيه جات عندي ماما تعلمني ان داك عمار شا خاصني نهبط وانا دايره الحجاب، تمثيليه كبيره عليا، غادي غير نلقى الفرصه نفرق عليها هاد الرمان ونوري ان ياسمين مع عفيفه ما توسع. راه غير مطلعين عليك اوليدي، سير تزوج لي ماكشي اميره بحجابي هي اللي تصلح ليك. هبطت عنده وانا مجروره بحال شي ماسه. قربت نوصل للصالون ونفس الاحساس ديال البارح بالفشله والموت ديال الخلعه وكاع داكشي اللي كنكون ناويه نقولو ليه كيتبخر ويمشي. ياك ما هيك مسح ليا هذا ولا عنده الكرامات. جلست بعيد عليه وشفت فيه نص عين فاش كان كيهضر مع خويا، وبربي حساب وقص اكرويابل، ولبس جين وبولو عادي ولحيتو شويه طويل، يعني عاديه ماشي ديك بحال دوك ديال الشطاطم. الحيط ديالو مقاده وكيبان وسيم بزاف. كيضحك هبط عينيا دغيا باش ما يفرشنيش. خلانا خويا وجلس في الصالون اللي قبلتنا هو يسولدو، نطق هنا ويا تموت ليا اللي دلمنا بربي ما بقيت حاسه بيها. دكتور ياسمين اش خبارك اليوم؟ شويه انا هزيت ليه راسي بلا ما نحس بديك حركه ديال ابتسم وقال لي ايوا الحمد لله هادشي كامل، وانا كنشوف فيه غير خزنه. زاد قال لي نعرفك بنفسي، انا عمار 29 سنه، كنوجد للدكتوراه ديالي في الاقتصاد في جامعه هارفارد في لندن. انا بربي الى حوال عينيا كيفاش؟ ها اعد اعد اخويا اعد.
زاد كمل، غير شديت الباك مشيت لتما، بقيت اكثر من 10 سنين، ولكن الوالد الله يطول في عمره بغاني ندخل باش نترأس مجموعة شركات ديال التصدير اللي عندنا في المغرب واندونيسيا، ومبغيتش نخسر ليه واخا باقي ليا شي 3 سنين في لندن عاد ندخل في مرة المغرب. شنو بغيتي مازال تعرفي ليا؟ تشيت نقول له شحال كتلبس في وجهك، لان تلفات ليا ابجديات الحروف العربيه والدارجه، كنت نقدر نهضر باي لغه ديك الساعه. بقيت ساكته شويه وهو يكمل، انت ياسمين كتقري الميديسين ياك؟ انا هنا قلبي ضررني وتفكرت داكشي كله اللي طرا ليا والاحلام ديالي اللي ضاعت في رمشه عين. جاتني البكيه، كلشي تخلط عليا. يعني انت تا خويا قريتي وبنيتي مستقبلك وعاد جيتي بغيتي مرا ديال الدار، وانا جيت هذا بنيه مستقبلي متزوج اللي باغي قلبي، ما غادي نكمل احلامي. حسيت راسي شفت فيه وكنحس قلبي بدا كيضرب. ولكن مبقيتيش باغا نكمل، تصدم وشاف فيا. علاش انا هنا يلا جيت نطلطق ونهضر، وين خويا يوسف تقول كان داير ليا الاوديو. عمار قرب يقد العصا يمكن تصلي عاد رجع. شاف عمار في ساعته وقال له اه معك الحق، بدات مدرشه فيها. سمحي لي يا ياسمين نصلي ونخليك حتى انت تصلي ونرجعو نكملو. خلاني مسمره في الصالون، ما حيلتي الصدمه ديال هارفورد والسيت دق بعلامه تاريخيه، ما حيلتي صدمتي انا اللي كان بحذاها اميه يلا عامي السادس ديال الميديسين حسب راسي اينشتاين وسيد رقاري اكثر من 11 عام، ما حيلتي الكذبه اللي كذب عليه خويا سيد كيشوفني رابع العدوية. ما علينا، نضغ غسلت وجهي وبقيت جالسة في بلاصتي، طليت من السرج على أمل يبان ليا منير. والو، سمعت صوت يوسف كيعيط ليا وأنا هنا بغيت ننتحر. غادي نرجع تاني نمثل، فين غادي نوصلو بهذا الشيء؟ رجعت هبطت عندهم جلست في نفس البلاصة وهو كذلك، قال ليا عدنا. يا خيري يا خيري، أنا كان بغا نضحك. عمركم شفتوا شي بوحيه كيضحك؟ كيضحك. لا تكمل، عرفت من يوسف خوك ان المشوار ديال الميديسين جاك طويل وعييتي شويه، ولكن انا ما متفقش معاك، بقى لك والو تسالي. انا مستعد نصبر عليك هذا العام ونصحك تسالي وتجي عندي لندن ونرجع في مره. تواش صافا في دقيقه سربي ليا كتاب حياتي يا عيني، واش دايره بصح؟ عمار اش بان لك؟ ياسمين تا هذا واش داوي معايا؟ توقفت شويه وقلت لي لا قررت ما رجعش، انا ماشي ديال الميديسين. قلت هو قلبي كيتقطع، داكشي اللي بقى ليا اصلا من القلب. داز داك اللقاء كانه عام، بقيت غير كنجامل فيه ونمثل عليه ونجاوبه غير بالقليل، وهادشي كامل هو كيفسرو حشوميه. الله يعطينا وجهك، راه بنادم كل اللي خسبان ليه انني محاملاش صراحه. كان هو اللي يهضر على راسو بزاف، صدق شخصيه ودماغ غامر ومتفتح، على عكس خويا يوسف يعني الضد ديالو. سولته سؤال واحد، فين كيعرف خويا يوسف؟ صدق خو الكبير هو صاحب خويا الانتي من ايام اليسانس فاش كانوا كيقراو مجموعين، وخويا لقاه من الجنه والناس طبعا، والامر كان مخطط ليه من شحال هذا. وصل وقت المغرب واستعدنا ومشى في مره، قال لي انه غادي يرجع يزورني الاسبوع الماشي باش نزيد نقتنع بيه هو يقتنع بيا. قال خويا انه فرحان وارتاح ليا بزاف، فانا كارتاح بزاف المونير. يا ربي غادي اللي تعاون ديال الخير ونتفك، اصلا ربي ما كيباركش في هادشي اللي كيبدا بالكذوب. دازت ديك السمانه كطير، اخويا كل نهار كيجي يهضر معايا مره بالحنان مره بالغوات، ولكن النتيجه وحده ديما كنقلبوها سبان. واحد النهار مشيت عند بابا كان جالس كيتفرج مهدان، قلت هذه هي الفرصه، جلست حداه ما عبرنيش كيف العاده، بقيت جالسه شحال وانا نزام. قلت ليه بابا عافاك سمعني راه غادي نموت غير في قصي. شدتني البكية وتخنقت وبقيت كنمسح في دموعي شويه. هو اول مره يشوف فيا من داك النهار مشؤوم، يشوف فيا بحال الا رجعت لي الروح. جمعت الشجاعه ديالي وكملت، بابا خاصك تعرف بلي مع عمري ما نويت نغدرك ونخون ثقتك، انت عارف انك اهم انسان في حياتي وتاج راسي. عافاك سمح لي يا بابا، اللي بغيتي عندي راه غير سمح لي وعتقني من هاد الكوشمار وخليني نرجع لقرايتي ونوعدك مع عمري نعاود نغلط. هنا وبدون سابق انذار مد يدو لوجهي، صحاب لي غادي يضربني، حط يدو على وجهي بدا كيمسح ليا الدموع، وانا ملي شتاكك عاد كنبكي. خلاني حتى تهدنت وقال ليا انا مسامح لك يا ياسمين، قابلت رجع الميديسين، ولكن الشرط الوحيد زوجي عمار، راني عطيت الراجل الكلمه وانا ما كنطيحش بكلمتي الارض. انا تصدمت، ما قدرتش نزيد نخرج النفس. كيفاش يا بابا؟ واش حنا في عصر الجاهليه نتزوج بنتك بلا الرغبه ديالها؟ لا دوق ليا
ما خليتي هي حتى خيار اخر. كنت ديما كنقول لك انه الا غلطتي ما نضمنش ردة فعلي. انا ماشي شي واحد ولد حرام اللي غادي يخلي بنته تمشي في الحرام. عارف داك الشماته غادي يكون لاعب لك في عقلك، وباش نتهني عليك غتزوجي بعمار وغتكملي قرايتك. انا تكب عليا سطل سخون، حياتي ضاعت 100%. عندي خيارين، يا نموت يا نتسحر، ويا نقبل بهذا الشيء ونتعذب حياتي كامله. ما نقدرش نتسحر لان غادي نخسر الاخره ديالي، ولكن الا تزوج هذا السيد وانا قلبي مع واحد اخر غادي نخسر الدنيا ديالي. اه يا ربي كيفاش غادي ندير؟ كنبكي اول مره من بعد اعوام طويله اللي تهاونت فيها على الصلاه. راه نصلي مره نقطع، انا توضيت صليت 2 ركعات سميتهم انا صلاه الحاجه، كنت حافظه غير صور صغار. فاش كملت بقيت كندعي الله وكنبكي نبكي حتى نهز فوق سجادتي بحال ملي شي طير مجروح مكسور جناحين. داز داك الاسبوع كيطير، وجا النهار اللي غادي يرجع عندي عمار كالعاده تهديدات يوسف وداك التخربيق ديالو. انا صابر على ود حاجه وحده، نشوف اخويا اكبر تشويه مع هاد الناس وندموا على حياته. جا السيد هبطنا عنده نفس الاحساس كيتعاود، دخلت جلس في نفس البلاصه وكنجاوب على الاسئله ديالو. شي ما حسيت حتى لقيت راسي كنتحاور معاه في مواضيع كثيره من سياسه ادب علوم. السيد راسو عامر تقول كل حاجه واخد فيها الدكتوراه. بدا كيعاود لي على التجربه ديالو في لندن، انها بلاد يقدر يعيش فيها المسلم هو مرتاح، وسمع عندهم مراكز دعوه كثيره مساجد. وطبعا انا كان سبق لي مشيت ليها وانا ومنير، ولكن ما شفت حاجه من هادشي كامل. تفكرت منير وانا يتد لي خاطري ورجعت لدوامه المراره، واضطريت نقول ليه سالي اللقاء. تقبل بصدر مرح، اصلا هو ضحوكي بزاف، مره كان كيجيب لي الضحكه. المهم فجيت نمشي قال لي ياسمين انا استخرت الله فكرت ماليا ولقيت راسي مرتاح لك بزاف، الا كنتي انتي كذلك نتوكل على الله ونديرو خطبتنا في اقرب وقت قبل ما نضطر نرجع لندن. فكري مزيان وردي عليا، وغادي نكون متشوق بزاف باش نسمع الموافقه ديالك. تقبلي مني هاد الهديه. حتى فوق الطبله ومشى، انا غير حاله فمي تقول ما عرفش اشنو، بحال ساحه ليا شي اثيوبيا مقطره ما كتعوم من القرن للقرن، كل شي غادي بالزربه. ما بقيت فاهمه والو، غير مشى جا عندي بابا ويوسف اللي وليت غير كنشوفهم كنشوف حفار قبري. دارني في الوسط و كيهضروا الدري الله يعمرها دار قاري واعي متفتح تقدر تمشي لندن وتكملي قرايتك. السيد باغي يرجع للمغرب ومتقي الله بصديان، شنو بغينا اكثر؟ غادي نجلسو اسبوع ردوا عليه موافقتك. ما دويت ما تكلمت طلعت لبيتي، شويه خرج خويا وجات عندي صاحبتي حيتها اللي 3 اسابيع ملي بدا هذا الموضوع ديال عمار ما شفتها. شحال ما شفتها، بكيت فوق كتفها وشحال ضربت في راسي وندمت هاد السهر اللي عندي. قالت لي ان منير غادي يحماق حتى هو بدا كيغيب على السطاج ديالو وما يعرف بلي غادي نتزوج. صيفط لي معاها بزاف د الرسائل والتصاور ديالنا. طبعا داكشي ما زادني غير مرض وبكى وكآبه. الغد ليه جات ماما عندي كتجري كتقول ليها بلي والدين منير جاو يرغبوا بابا باش يتراجع على قراره، لان ولدهم مسكين تأزم ما بقى ليه فين يزيد، خافوا اللي يدير في راسو شي فضيحه. ولكن بطبيعه الحال ارفض وقال لهم بلي بنتي زوجها وانتهى الامر. حالتي مع المباغه الله، انا تصديت وصليت وضعيت الله بكل كياني. مرت حتى طلعت لي السخانه حتى فات 40، وصلت للموت خداوني لاكلينيك درت فيها 3 ايام. وفاش كنعس كيجي خويا يحط يدو على راسي يبدا يقرا لي القران، مرات كنفيق بيه مرات لا، بحال شي دوامه ما قداش نفيق بها. ولكن بقات عندي طاقه حتى مقاومه. يمكن هذه نهايه الحرب وني رضاع مني وغادي نتزوج راجل اللي ما كنبغيش. بلغوا لي الموافقه ديالي وبقات فيهم حالتي اللي وصلت ليها، طيحت 7 كيلو وتحددت خطبتي من بعد اسبوعين. كل شيء كيوجد وانا العروسه مرفوعه ما حاسه بوالو، بحال شي وحده اللي سرقوا منها حياتها وقالوا لها عيشي. بكيت وتسالوا دموعي وشكيت وحتى حد ما حس بيها. شنو بقى لي ما ندير؟ وكلت امري لله وهادشي اللي طرا تقربني من الله وخلاني على الاقل مركزه على صلاتي. كل شيء لاحظ هدوئي في الدار وكل شيء خايف لندير لهم شي فرشه ولا شوها. مرات كيوسوس لي الشيطان نديرها، مرات كنقول انا عيس ما عندي طاقه لحتى حاجه. جاني يوم موعود قررت نلبس داكشي اللي بغاو اللي بغاو هما، انا اصلا كيف ما بغاو غادي ندير ما عندي حتى راي. لبست قفطان عادي ودرت السيف، ما كانت ليا واحد بنت خالتي
كنت كنتخيل راسي نهار خطوبتي غادي نكون اجمل وحده وبشاد احسن مصمم ديال القفاطن واحسن كوافير ونختار اجمل خاتم ديال ديامو. دابا حتى الخاتم اللي اختاريت بلا خاطر، خرجنا دغيا اختاريناه، واخا كان غالي وزوين ولكن انا ما عندي ما عنده حتى قيمه. جاو الناس جمعوه، بدات الدار كتعمر، وطبعا الخطوبه ما فيها اختلاط، ما فيها اغاني، هذا اخر همي اصلا. ام لي قال لي هبطي، هبط بقيت مع العيالات جالسه شويه. قال لك نمشي انا وماما عندهم واحد الصالون صغير في عمار امه وباه وتوخوه وبابا ويوسف. المهم مشينا، باركوا لي وعطاوني لي كادو ديالي اللي كانوا شيك دي شيك بزاف وعندهم قيمه كبيره، والذهب والحرير وكاع داكشي اللي تمنى اي بنت، العطور المكياج بزاف تخربيق. قراو الفاتحه وانا بحال شي وحده ما كتسمع ما كتكلم. وعمار طير بالفرحه بجلابسو البيضه وركبت ليا ماما الخاتم ديالي لانه ما خاصوش يقيسني ولا يقيس يدي حتى نديرو العقد، هكذا هما قالوا وهكذا دار خويا كذلك. داز داكشي بالسربة، يمكن الضياف كانوا فرحانين اكثر مني، ما تسوى الفرحة عندي 0%. كملت الحفلة، تفرقوا مشاو الناس، انا طلعت لبيتي ودموعي على خدي. انا مازال مامتي لقى هادشي اللي طاري ليا، واش بصح؟ واش انا غادي نتزوج باخواني؟ ما كنتفكر اني مخطوبة حتى كنطلع لهداك الخاتم اللي في يدي واللي كيقلب عليا المواجع. دازو السيمانات فاش تخدمنا، عمر شفتو موراها غير جوج المرات، مرة عرضو علينا لدارهم، مرة جاي يقول لي بسلامة حيت غادي لندن، قال لي انه غادي يرجع نديرو العقد باش نبداو الاجراءات ديال الالتحاق به في لندن. انا كندعي لله انه ما يوصلش داك النهار وطلع معجزة، لان طاقتي كبشر محدودة كان من المستحيل اني نقول ليه اللي كاين، حيت عارفة غادي تكفس صبعتي وبابا غادي تجي جلطة دماغية ويموت ساخط عليا. طلب عمار قبل ما يمشي للفيسبوك ديالي لي هادي اكثر من شهرين محلته، طبعا خويا يوسف مهندس ديال المعلوميات يعني قعدتو ومسحوم الوجود. كان هو حل لي واحد جديد وعطاه لعمار، قال لي بلي هذا هو اللي غادي نتواصل معاه به وتحت مراقبته السامية. طبعا انا هادشي تجعرني، ما تصوروش شحال وليت كنكره نشوف فيه غير الشوفة، لانه ماشي ظلمني غير انا ولكن ظلم حتى هذاك ولد الناس على اللي كيتسحب ليه انا بحالو مسدينة وملتزمة. داز الوقت وجات عندي عايدة واحد النهار وقالت لي بلي منير صيفطوه دارهم لألمانيا لأنه كان صافي غادي حماق، ما قدرش مازال يبقى هنا في المدينة. شاي كمل قرايتو تم، تصدمت صراحة، كان عندي أمل صغير أنه توقع شي حاجة ورجعو، ولكن دابا فاش مشى في مرة صافي حسيت أني خسرتو للأبد وكنت كنفضل الموت على هادشي. بكيت البكا اللي بكيتو ميبكي حتى حد، محنة كبيرة كنحس براسي حتى حاجة مبقات عندها قيمة. طلبت من عايدة توصل لي واحد الميساج في فيسبوك ديالو، كتبت لي كاع اللي كندوز بيه وكاع كلمات الحب اللي كاين في الدنيا خزنتهم ليه في دوك الاسطر، وعطيته وعد انه الا لقيت كيفاش ندير غادي نجي حتى لالمانيا ونبداو تما حياة جديدة. نعم ما عمرني غادي نيأس واخا يطرى اللي طرى. اما عمار فاش دخلت البروفيل ديالو في فيسبوك بقيت مبهوطة، السيد راه ماشي غير شخصية، صدق كيقدم واحد البرنامج دعاوي مع الانجليزيين في الانترنت. دخلت واحد الحلقه بقيت كنتفرج، الصراحه مسني داكشي اللي كيقولوا، حسيت ان الكلام بحال موجه ليا. ديك الدقيقه رجع كاع شريط الحياه ديالي حدا عينيا. صحيح كنت كل مره كنصلي، مره لا الصيام كنصومو، ولكن علاقتي مع الله كانت محدوده، ما كنتفكروا غير من الامتحان الامتحان ولا منين كنبغي يحقق لي شي حاجه ولا امنيه ولا يعتقني من شي حاجه. سولت راسي شنو كنعرف انا على الله غير انه خلق الدنيا وعنده النار والجنة، شنو كنعرف على الجنة كاع؟ شنو كنعرف على الاخيرة؟ والسؤال الكبير شنو درت باش نلقى الله؟ اضرني قلبي بزاف وبقيت كنشوف فيديو من ورا الاخر، حتى طلعت عندي ديسكوسيون ديال عمار، صيفط لي السلام عليكم ياسمين، كانت هذه اول مرة غادي يصيفط لي فيها، تخلعت حيت يلا كنت كنشوفو دابا في الفيديو. بقيت شحال ساكتة عاد جاوبتو وعليكم السلام، بدا كيسول فيا كي دايرة كي دايرين الدار وداكشي، كنت كنجاوبو بالمختصر المفيد، يمكن حس انه ما في خاطريش ندوي وقال لي نخليك. سولني سؤال واحد كاع ما قلت لي رايك في داك الكادو اللي جبت لك داك النهار قبل الخطوبة. انا هنا تساقت مشاريا من بالي كاع، كنت خليته في الصالون وطلعتو ليا الخدام لبيتي وبقى مركب في واحد القنت ما عمرني قربت ليه ولا عبرتو، ما عرفش نقول لي، قلت لي زوين شكرا
قال لي والحمد لله من عجبك، نتمنى غير تناقشيني فيه في القريب العاجل. يلا ياسمينة انا نخليك، دابا عندي محاضره وخاصني نمشي. في امان الله، نهضروا قريبا. باقي خاصني نعرف عليك بزاف، لان غموضك هو اللي مخليني نفكر فيك 24 ساعه على 24 ساعه. انا ما نقدرش نتجاوز معاك الحدود الشرعيه حسن نديروا العقد، ولكن باغي نعرف عليك غير امور عامه وبسيطه. في امان الله، تهلاي في راسك وفي صلاتك، ودايما ربي يبارك لنا ويجمع بيننا في الخير. مشى وخلاني غير كنرمش في عينيا، الله يا ربي. انا توضيت وصليت الظهر، وبقيت كندور في بيتي من نهار اللي طرا داكشي. مابقاش عندي حياه اجتماعيه، لا خروج لا دخول. قررت نهز كتباتي ديال الميدسين وراجع فيهم شويه. اش غنراجع هيك؟ صافي قطعت العلاقه مع الميدسين. جبت كاع داك الدوزان ديالي، بقيت كنشوف فيه ونبكي شويه. تفكرت الكادو اللي دوى عليه عمار، نط كنجري نقلب عليه، لقيته كان واحد صندوق من ورق كحل وعنده الغطاء احمر، وفيه نقش بيضاء مغطيه واحد القطعه ديال الثوب موصلين حمراء مسدودة بسينتا كحلة. غير المنظر ديالو كان كيسير الريوك، كيفاش حتى غاب على عينيا كاع هاد الفترة. ربعت رجلي في الأرض وقلت ليه أجي أجي لهنا. بديت كنحل فيه وعز عليا نحلو، لأنه كان مصايب إتقان وتقول حطو واحد هاي حياتي كاملة ونبقى نشوف فيه هكا. بقيت كنحل فيه ونلقى واحد الورقة مكتوبة بواحد الخط زوين فيها: ياسمين، عسى الله أن يجعل لي فيك خيرا ومتاع الدنيا الصالحة. أو جاتني الدوخة، حطيت ديك الورقة وحليته، لقيت فيه بزاف ديال الكتب على الدين، وفيهم مصحف زوين في الغوز ورقيه ملونين غزالين، واحد البواطة صغيرة فيها تسبيح رائع تقول ديال الدياموند، واحد آخر بواطة أخرى فيها عباية ديال الصلاة زوينة مصنوعة من الحرير، واحد الطرس فيها كيحمق. كل هدية كاتب لي فيها ورقة، المصحف كاتب لي فيه: هذا لك نتقاسم أجر التلاوة والتسبيح، هذا لك نتقاسم أجر التسبيح، والعباءة هذه لك تلقين الله في أجمل حلة ويرضى عنك ويرضاها تحلو حياتنا، والكتب الأخرين هذا لكي تغدين روحك لأن عليها نعتمد لكي نبني مؤسسة أسرتنا. فهادشي كامل تحت كاتب: وهذا كله طمعت أن أقاسمك الثواب في كل شيء لكي لا تعلو منزلتك عني في الجنة، ونكون معا إن شاء الله. هل تقبلين عرض الزواج بي في الآخرة يا ياسمين؟ أنا هنا دخت بربي، هذا السيد رجب لي الدبوح. ما عرفتش باش حسيت فاش شفت داك الشيء. باش نحيي الصدمة بديت كنشوف دوك الكتوبة اللي جاب لي، طبعا كلهم ديال الإسلامي، شي وحدين على الزواج. المهم داك الشيء مخلطو كتير. شديت واحد وبديت كنقرا فيه بلا ما نحس، كان على التعرف على الله. بديت نقرا، حسيت براسي بحال شي واحد ملحد كافر ما عارف والو، يلا باغي يتعرف على الاسلام، ابسط الحوايج غافل عليهم. حتى اسماء الله الحسنى ما عارفهمش كاملين، عارفه حتى المعنى ديال كل وحده. كنقرا ونبكي، نقرا ونبكي، ندمت بزاف على شنو درت، على 24 عام من حياتي اللي ضيعتها في التخربيق. والله كيمهلني حتى نرجع ليه وانا غير مزايده فيه. قد العصر نط كنجريت وضيت وصليت وانا كندعي لله ونبكي، كندعي يسمح لي على ما فرطت وعلى ما فات. 24 عام وصليت فيها حتى شهر مقاد، فاش ساليت صلاه رجعت لدخيل داك الكتاب كنقرا ونقرا ونعاود نقرا. ماشي غير كنقرا، كناكل الوراق. يا ربي شحال زوين والدين ديالنا، شحال زوين. واحد الراحه كتحس فاش كترجعي لله، ما كيعرف قيمته غير اللي حس بها. الدين ديالنا ما عنده حتى شي علاقه مع الناس اللي كيطبقوه وشادينه بالمقلوب. وخويا خير مثال، كان ديما منفرني في بلاصه ما يحببني في الاسلام كينفرني فيه. قعدت على هذيك الحاله نهار كامل، حتى جا عندي خويا كيطلع لي لقاني مركزه مع الكتاب. فاش شفت فيه لقيتو كيبتسم، والاول مره في وجهي ما عبرتوش، ورجعت كنقرا واخا شت ليا التفكير. خرج بصمت ومشى. نحس فقط قبل الفجر كنت قريت على صلاة الاستخارة، قلت نطبقها علاش لا ونشوف باش غادي نحس. فعلا فقط صليت الفجر وصليت حتى الاستخارة ونعست. حنت واحد مولاتي الحلمة انني لابسة البيض وحدة الكعبة، وشي حد شادني من يدي اللور وغير يديه اللي كتبان، وفرحانة فرحانة بزاف، زعما كنسمع بحال شي صوت مجهد في وسط دوك الناس كيقول مرحبا بك ياسمين، مرحبا بك في دارك. فقط قلبي كيضرب واحد الراحه عجيبه، شحال هادي ما حسيتها. نط وقررت نهبط نفطر برا لاول مره حدا البحر. لبست اطول حاجه في حوايجي
وسط فوقاتيف ديال ماما. طبعا انا داير الحجاب لانه خويا فرض عليا، ولكن ما عارضتش لانه حسيت بالراحه به. يمكن وكان درت بخاطر اكثر نحس بحلاوه اكثر، واخا كنلبس مع السلاول ولا شوميز خسار، يعني كيف ما كنت كنلبس هادي شحال غير الزيف زايد فوق الراس كيزلق لي اصلا. جات هابطه وانا نتلاقى خويا حدا الباب، يا ربي السلامه، شاف فيا باستغراب، فين غدا؟ دس من حداه وجيت نحل الباب. نفطر براني غبلت في الدار، تبعني طبعا هاك الصوار ديال الطوموبيل ديالك راه في الكراج لوراني. شفت فيه باستغراب، تبع لهذا قاس هاد البنات سيتي، خديته من عنده ومشيت. خرجت الطوموبيل اخر مره كانت وقعت لي بها هذيك المصيبه، عرفتي شنو هي؟ ما تخرجيش 3 شهور يا انك تلف عليك حتى الزنقه كي دايره. بربي الا بياضت حتى وليت ياقوته. خرجت كنفكر فين نمشي، قلت نمشي عند عيده. مشيت لدارهم لقيتها عندها كارد، ايه الناس خدامه وكتبني في حياتها، وانا حابسه راسي في جوج حيطان، ولكن انا بغيت خاصني نتحمل المسؤوليه. مشيت نفطر حدا البحر، جلست ورجع لي الذكريات مع منير. دابا فهمتو علاش هجر المدينه، راه اي قنت ولا بلاصه فيها واخا غير الشانطي عندنا ذكريات فيه. طبعا تسدات لي الشهيه باش نفطر، وبقيت كنقاوم في دموعي اللي فرشوني حدا عباد الله، وانا نوض بحالي. بقيت غير كندور بحال شي حمقى. شويه وقفت واحد ستوب ونلقى خويا واقف مورايا، يعني السيد من خرج ولا حقني. تفو ما بغاش كاع يتبدل هاد المريض. تعصبت ورجعت للدار وندمني كاع حيت خرجت. داز الوقت، انا مدفونه في ديك البيت مع هادوك الكتب، بزاف كنقراهم، بدلوا لي المفاهيم كاع في حياتي. بزاف منهم تصحوا كنت جاهله، واخا قريت الميدسين كنت جاهله، جاهله باسمى العلوم في الدنيا اللي هي علوم الله القران. ما عمرني هزيت ونقرا فيه هاد المصحف اللي جابو ليا عمار، كان كيحل الشهيه على القرايه. كل نهار كنت كنقرا فيه واخا كنتعكل لانه ما كنعرفش نقرا الخط العثماني، ولكن كنقرا ووليت مواظبه على صلاتي. عمار مره كنهضر معاه كنجاوبو على قد سؤاله، وما كانش كيضغط عليا، هادشي اللي كان عاجبني فيه. دا الشهر بحال الطياره. واحد النهار جا عندي بابا وجلس حدايا وقال لي بنتي راني هضرت مع بابا عمار، غادي يجي باش يديروا العقد، باش يقاد لك اوراق الاقامه في لندن باش ديروا العرس وتمشي عنده. انا هنا تصدمت لهاد الدرجه، بابا باغي يزرب عليا ويتهنى مني نتخطب ونتزوج في اقل من عام براجل ما كنعرفوش؟ ما قلت ليه والو، اش بدي ما نقول ولا ندير. نط وطلعت لبيتي وحليت بروفايل ديال عمار، بقيت كنشوف تصاوره. هو الصراحه اي بنت تزعت فيه، زيادة على المظهر ديالو الجذاب، عنده شخصية زوينة بزاف ومتزنة. وكنت كنتمنى كون جاني في ظروف أخرى كنت غنبغيه، ولكن ماشي في هاد الظروف ديال القلب عامر بشي حد آخر. سديت داك الفيسبوك ومشيت تكيت وداتني عيني. دات سيمانة جا عندي خويا واحد الصباح، ياسمين راجلك راه جاي اليوم عندنا، قادي راسك باش تلاقي بيه، قادي حجابك ودخلي داك الشعر. ما عبرتوش واخا جداتني شوية الخلعة. اول حاجه درتها مشيت تدوشت باش يبردوا عليا اعصابي. والعشيه من ورا العصر جا عمار، هبط عنده كان جايب معاه واحد البوكيت فلوغ كبير كبر مني، حامر بالورد احمر وحشمان، وحطو حداه وكيبتسم. انا هبطت عيني عليه وجلست بعيده عليه في نفس البلاصه ديال ديما، بقى كيشوف فيا شحال ساكت، وانا كذلك حتى كسر الصمت ونطق السلام عليكم ياسمين. ما كاين لا الحمد لله على سلامتك لا والو، بلا ما نهز راسي الحمد لله على السلامه. بقى كيضحك، الله يسلمك يا لالا، اش اخبارك؟ اللقاء كامل حنا كنهضروا غير على تخربيق وتزربيق، اغلبيه الوقت غير هو اللي هضر على راسو، انا غير كنسمع. الصراحه الجلسه معاه ما كتمللش وما كتقنطش، وكتحسي عامر بالطاقه وعنده بزاف ديال الاحلام والطموحات اللي باغي يحققهم، على عكسي انا اللي فاشل وكسلانه وحياتي كلها تحطمات وضاعت. اعطاني البوكيه فجيت غادي وقال لي انه فيه 100 ورده، خديته من عنده ومشيت بعد ما شكرته. دابا بابا كيجمع ليا في الاوراق ديال العقد اللي تحدد يكون في اخر الاسبوع، غادي نديروه في فاس مسقط راس والديه، لانه والديه لان اصلا من تما، كانت عندنا تما فيرما كبيره في خارج المدينه شويه. مشينا ليها نهار الجمعه وعمار وعائلته كاملين ساكنين تما، حيت هما اصلهم من تما من فاس، واخا باباها اصلو ريفي. مشينا للفيرما اللي كتفكرني بالطفوله ديالي، كان عندنا الخيل وكنت كنموت عليه، وعندي واحد العودة سميتها برق. مشيت مع ماما تقدينا داكشي اللي غادي نلبس في هاد الضريب صداق، اللي هو عبارة على حفلة صغيرة مع العائلة. شريت تكشيطة بسيطة، أصلا أنا عزيز عليا داكشي سامبل،
مشيت مع ماما لكوموندات داكشي لي خاص وعند تريتور، عييت وطلبتها نمشيو للدار. مشينا لبست المايو ديالي وهبطت ضربت بأحسن ما في لابيسين، خرجت غدايدي مزيان وطلعت دوشت وصليت. مشيت عند الخي نشوف برق، لقيت الخدام تما، قلت ليه يسورجها ليا باش نضرب بيها طويله. داكشي اللي كان ولبس اللبس اللي غادي نمشي بيه، وطلعت فوقها كنت لابسه شوميز طويله بيضه محلوله وجين زرق وفولاغ بلو مارين. طلعت فوقها وفي نفس الاحساس كيتعاود كانني ملكت الكون. بديت كندور غير تما شويه، قررت نخرج على برا شويه. خرجت بقيت كنجري وكنتفكر داكشي وكنبكي. خرجت كاع داك الكبت اللي عندي، كنغوت نغوت حتى بردت ورجعت للفيلم. وانا راجعه زلق لي الفولاغ ديالي ومع الجرى تطلق لي شعري. حبست في الدخله ديال الفيلم باش نقاد الفولاغ، وانا لقيت طوموبيلات عمار حدا الدار وهو خارج منها. طبعا ما استوعبتش، بقيت كنشوف فيه هو كذلك. شويه كنلقى الخدام عند الرجليه كيقول لي لالا ياسمين واش نعاونك تهبطي. شاف عمار داك المنظر خنزل فيا وهبط راسو ودخل الفيرما. انا رجعت جمعت شعري ودرت الفولاغ ودخلت بالعوده حتى الفيرما ودخلت للزريبه. وهبطت مشيت بدلت حوايجي، من هاد خين هاكا خنزر فيا. نزلت بعد ما صليت المغرب كان اذن، لقيت غير ماما في الدار. قلت لها ملي شويه غادي يجيو يتعشاو عندنا عائله عمار. اوف اجد انا ثاني شي بروتوكولات والصواب اللي كيقتل. بقيت جالسه في الصالون كنرسم، انا كان عزيز عليا الرسم. تفكر شويه ديك الشوفه اللي دارها فيا داك السيد واستغربت، ياك ما بغانيش نطلع فوق العود ولا ما بغانيش نخرج وفعاو تاني على هاد المعقد غادي يحرر لي عيشتي. قرب الوقت طلعت لبس واحد القميص خفيف تحت تعليمات ماما ودرت سيف صغير. اول مره من ورا ديك الحادثه المشؤومه درت انا بيدي لراسي شويه ديال الماكياج غير ماسكارا وفراجو، عملت راسي هكا ديما صفراء. قلت نبدل شويه ودرت الريحه ديالي. انا نشوف راسي في المرايه تفكرت الايام الزوينه اللي كنت كنخرج ونصاوب وديما كنشوف راسي زوينه والظفر مصبوغين وديما عاجبني الحال، ولكن فيها خير حتى هكا مزيان. هبطت لتحت لقيت ماما جالسه في الصالون كتفرج. جلست حداها وشافت فيا، ايوا هكا بنيتي تزهرتي ورجعتي فني ورجعتي ليا الروح الله يرضي عليك. ضحكت معاها واحد الضحكه صفراء. بقيت كنشوف التلفزيون، قلت ليها امتى غيجيو هاد الناس، انا راه عيانه محال واش نقدر نكمل معاكم السهره، غادي غير نعطيهم صوابهم ونطلع الناس في حالي. شدات في حنكه وقالت لي وعدي واش بغيتي تحشمينا. تعصبت وقلت لها واش ما عندكم شي مصطلح اخر ما غير نحشمكم نحشمكم هو اللي كتهضروا به ما كتقاداوش. شويه الباب الكبير تحل وجا داخل يوسف موراه عمار وباباه وعائلته. طبعا مديت يدي بابا عمار وسلمت عليه. فاش مديت لعمار حرقني ولد اللدينة بحال ما مديتش ليه هديه. خو سلم عليا من بعيد، اختو عنقاتني هي ومو بقاو كيبوسو فيا. انا ضربني الضو خنزر فيا خويا وقرب حدايا، وراه الناس ما كتسلمش من اليد. كرهت راسي مالك على التعقد كامل، يخ ماني انا كنطير غدا ما دال يدي. تفو مشيت مع العيالات للصالون الاخر وبقينا جالسين مجمعين. صراحه ماما واختو الله يعمرها دار دغيا كترتاحي ليهم. اختو طبيبه ديال الاطفال وساكنه ومزوجه في نيويورك باقا صغيره، وهذا عام الاول ديال الزواج. كتحمق غزاله وظريفه. ماما استاذه جامعيه ديال العلوم الفقه في جامعه القراويين فاس. تبارك الله رزينه وكتبان حنين وكتهضر غير بالحكمه. حاجه وحده ما ارتاحش لها هي الشوفات اللي دارهم في عمار فاش داخل، كانوا مرعبين كثر من الاولين. اما فاش مديت لي يدي خلاص تكهربت. بقينا مجمعين كنهضروا، تاقلمت معاهم. اختي سميتها رفيده دارت لي الطيارة علاش ما بغيتش نكمل القرايه، كانت غير كنتهرب منها وصافي. شويه قال لك ناكلوا مجموعين حيت الطبله عندنا طويله، جا جلسوا فيهم وجا حنا. انا جيت مقابله العمار ناري شي خنزيرات كان كيديرهم فيا والله حتى خلاني. تصدات لي الشهية بقى عندي فين نزيد. شوية قالت لي ماما بنتي واش نتينا في داركم ونعرضوا عليك وكل مالك ما كتاكلش. ضحكت مع واحد الضحكه صفراء وقلت لها غير شويه، هي انا فاش كنكون درت شي مجهود في النهار ما كنقدرش ناكل، عندي كلشي بالمقلوب. بقى عمار بدون سابق انذار هادشي باش نقسم الخير شويه. انا هنا تسمرت على من كيدور هاد السيد، حكف لي حيتو بانت ملامحو عنه شدود. هنا بابا نطق وبدا كيعاود ليهم على الهوس ديالي بالخيل وعلى العوده ديالي برق اللي زادت انا وياها في نفس النهار. بقاو كيهضروا انا مرفوعه ومية سؤال كيطرح لي في البال، هذا مالو؟ صافي كملنا العشاء. رغبهم دارني جلسوا مازال يشربوا القهوه في الجرده اللي عندنا كبيره وكطلع على لابيسين باش نزيدو نتعرفوا على بعضنا كعائلات وناقشوا العرس والامور الاخرى.
انا كسعيت بزاف وعيني كيتسدو بالنعاس، اصلا ما عندي باش نشارك، خا انا العروسه ودير اللي بغيتو غير هنيوني. مشيت وجدت قهوه وقلت للخدامه تديها ونشرب انا ديالي في الكوزينه. جالسه شويه وانا نشوف واحد بنادم جاي جهتي، شرقت لي حتى كنت غادي نموت، بقيت كنكح كنكح. قرب ليا هو باين عليه متسابك ومد لي كلينكس بشويه عليك، مالك شنو شفتي؟ قال هو باين عليه محصل، خليت يدو مدودة بكلينكس ودرت الثلاجة جبت الماء كبيت ليا وشربت لأنه كنت بصح غادي نتخنق. فالساليت لقيته باقي واقف كيشوف فيا ناري من هاد السمر هاد الليلة. بقينا ساكتين وجيت خارجة باش نمشي من الباب اللي كيخرج للجردة مباشرة ويقاطعني ياسمين. واحد دقيقة تصدمت ودرت عندو وانا حاضرة راسي، بقيت ساكتة وينطق ريحة ديال العطر ديالك كتخنق، واش معرفاش باللي كتخرج مع الطرب بحالها بحال الزانية؟ انا هنا تصدمت، واخا خويا كان كيقيل يقولها ليا ما كنتش كنسوق ليه، ولكن اللي صدمني واش هذا موقفني باش يقول لي هذا الكلام من دابا بدا. قلت لي انا معصبه ولكن ما خارجاش انا في دارنا. زدت الحده ديالو في الصوت وقال لي عرفت، ولكن خويا ماشي محرم ديالك، وحتى انا باقي غريب عليك حتى ندير عليك العقد، وديك ساعه هضره اخرى. وزيدون علاش تمدي لي يدك؟ واش ما عارفاش بلي تسلم بريد حرام؟ واش ما عارفاش حديث صريح فيه ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يطعنن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ سكت لأنه حرجني وصدمني. حاجة الوحيدة اللي جاتني نقول عليه هي يومني أنا غريبة عليك وبقى أجنبية، علاش مختلي بيا في هاد البلاصة؟ كل شي قال سما حسيت به تصدم بحال خويتي عليه صدم المبعد. خليتوش يهضر ودست من حداه وخرجت رجعت لعندهم، وانا وجهي غادي تحرق وغادي كنتخنق، اش هذا غادي يبدا يصحح في بهذه الطريقه؟ غادي ما يدير ليا فراشي هكذا؟ انا هكذا دايره ما غاديش يجي يبدني بالليل وضحاها. رجعت لجلس حدا ماما وخويا يوسف غير كيشوف فيا شويه. نض عمار عند عمار بقى كيهضروا شحال حتى وصلت لوحده الليل بغا يمشيو. سلمنا عليهم واخيرا تهنيت، طلعت لبيتي وسديت على راسي وحيد داك الولد ديال القميص. خرج البالكون بقيت كنبكي نبكي، الله يا ربي اش كيتسناني مع هذا المعقد بيا ليا وجهه الحقيقي. ما حسيتش براسي حتى نعست في البالكون. على اذان الفجر فقت توضيت صليت ورجعت كملت نعاسي. اليوم حفله صدري بالصداق، فيقاتني ماما فقت لها غير بزز، ما عندي حتى رغبه نضم بلاصي اصلا نتلاقى شي حد. لبست حوايجي او بغيت نفطر معاهم في الجرده. جا عندي يوسف قال لي بغيتك، يا ربي اش بغى هذا ثاني؟ قلت لي بلاتي نكمل فطوني راه ما واكلاش من البارح. كنتسناني حتى كملت ونضى. جلسنا حدا لابيسين جا قبالتي بقى كيشوف فيا ياسمين، انا عارفك بديتي كديري في المجهود باش تصلحي داكشي اللي درتي، وانا مقدر لك هادشي اللي راكي كديريه. طلب منك انك تزيدي تصبري، راكي يلاه كتعلمي وراني شرحت البارح لعمار انك يلاه زيدي شويه في الالتزام وما عندكش احتكاك كبير بالناس على برا. المهم غير اسمعي لي الهضره وسمعي، وما عمرك ما غادي تخسري، راه راجل وسيدي رجال والله، وكان ماكس عارفه غادي يصونك ما نزوجك ليه، راك انتي اختي الوحيده وهادشي كديرو على قبلك حيت كنبغيك. انا هنا بقيت مصدومه، واش هذا يوسف والحيه اللي داوي ولا كذبت؟ كنت غير ساكته كنشوف فيه. ناض حاجة بس ليا على راسي ومشى، وانا باقا تحت واقع الصدمه. عرضنا غير على المقربين لهاد الحفله، انا والاناني كنت محتاجه نترولاكسا لانه اللي جاي ماشي سهل. شتي سونديفون في الصباح درت مساج وجاكوزي ومانيكير وبيديكير وصايبت شعري وقطعت منه شويه لانه كان طويل بزاف ومبقات عنده حتى فورما. والمكياج درت شي حاجه خفيفه ولانه ما كاينش اختلاط درت مشطه بسيطه، شي حاجه اللي هي بسيطه واخا مرفوعه. وجدني يوسف من الكوافير ولانه ما يمكنش لي نهبط بديك الحاله وانا مزنقه. وصلنا هبطت عند الصياغ جاب لي الكتالوج ديال داكشي اللي عنده باش نختار الكادو ديالي ديال دراب الصداق. انا ما عندي خاطر حتى الحاجه، نفسي مقبوطة عليا وزادها بالزياده. وطبعا هو ما عارفش ان هذا الصياغ هو خال منير. منير كان كيجيب لي من عنده لي كادو. اختاريت بلا نفس واحد الكوليه رقيق وفي حجره صغيره الوسط كيقولوا كيقول انها دياموند. وصلنا للدار اللي كانت الجرده تزوقات غيديروا فيها الرجال، وحنا نسى الجرده اللي ورا الدار جايه مخبيه وكتطلع على لابيسين. دخلت صليت لانني كنت مضيه، لبست قشيطي. جات عندي سناء مرات يوسف بقات كتطلقيني بالقران، قطع عليا واحد السر انا ما عقلتش على راسي. شويه بديت كنسمع زغاريت عرفت بلي الناس بداو كيجيو. وصلوا
خوالاتي عماماتي ولادهم عمامي وكلشي طالع نازل عندي. شمعت غير تسلم، بقيت غير نبقى فخيز زعما بالمكياج. شويه قال لك نزل عند العيالات، باب كيصلوا على النبي وزغرتو لحمي بورج عليا وشدتني الخلعه. شديت في سناء وهبط معاون مرفوع بحال ماشي انا العروسه غير كنشوف فيهم. واش انا في حلم ولا في علم؟ هاد النهار كنت كنتخيلو هادي السنين مع منير، كنت كنتخيلو قابض ليا في يدي وهابطين هاد الدروج، ولكن انا اليوم هابطة عند راجل ما كنعرفوش. ما عرفتش اين المستقبل غادي يتسناني معاه. جلست في بلاصتي اللي خصوها ليا، واحد الجلسة صغيرة وسامبل حدايا الورد بيض على شكل كرة هابطين من الفوق، وحسيت براسي بحال في شي كليب. كلشي فرحان، كلشي كيضحك، حتى خالتي ام عمار فرحان وعينيها كيدمعوا. شويه حطوا العشاء تعشينا وفسالينا، جاو برونشاو لينا كاميرا باش نربطوا البث المباشر مع جهه الرجال حنا نشوفوهم وهما لا. هادشي غريب ولكن راه كاين البنات في الاعراس الغير مختلطه. فاش هزيت راسي نشوف داك السيدي بالي عمار بجلابسو البهاج ديال السوسدي، كان اقل ما يقال عليه رائع. فرحان كيضحك، جالس حدا بابا وبابا والعقد اللي غادي يعقد لينا جالس حداه. شويه بداو مراسم العقد، وقع عمار وخويا يوسف هو اللي جاب لي الدفتر باش نوقع. وقعت وانا كنرجف ودموعي كيقطرو فوق هداك الدفتر. صافي المكتوبه من هروب، من دابا وليت مرات عمار قدام الله والعبد. بداو تزغريسات من جديد وكلشي كيعنق فيا، سحب ليهم كم كم من الفرحه. شوية قال لك خاصني نوض للصالون باش يجي عندي عمار ونتصوروا انا وياه. نط مع ماما وخالتي كلتو واختو رفايده، مشيت نعاون الصالون لقيت عمار باقي ما جا. جلست وجات اللي غتصور، بدات كتصورني مع ماما وماما واختو. شويه تغطات خصو ودخلوا رجال، طبعا غير بابا، وبابا هو وخويا هو ممنوع يدخل يعني بلا فولار. وركزوا معايا ان اول مره غادي يشوفني عمار بديك الحاله. بقى كيشوف فيا وعيني كيضحكوا. قرب مني وانا تقطعت لي النفس، باسني في جبهتي وقال لي بهمس مبروك عليك انا ياسمين وانتي ان شاء الله مبروك عليا. انا جمت ما بقيت ما نقول، جلست حدايا وطلعت معايا ريحته اللي خدراتني. دابا ريحتك انت ماشي حرام. ها المهم بقينا كنتصوروا، انا ما ضحكت حتى في التصويره. جا بابا تصور حدايا وباس لي راسي وبديت كنبكي، حتى هو مسكين قرب مني وقال لي اسمح لي يا بنتي الله يرضي عليك. واحد شويه واحد اليد حطات على حنكي كانت دافيه، كان جد عمار كيمسح لي دموعي فاش تلاقاو عيني هنا ضربني الضو دغيا هبطت عيني. ناري شنو هادشي اللي كنحسو؟ قرب مني وقال لي ما تبكيش وسمحي لي الا قلقتك البارح ما عمري نعاود. انا هزت دبت وزاد جاتني واحد الرغبه باش نزيد نبكي ونطوح. صافي سكت غير بزاف. جاب لي طقم ديال الذهب كان زويون، سطامني داكشي اللي فيه، قال لك هو غادي يلبسهم ليا بيدو. انا حسيت غيجيني شلل نصفي، خدا يديا وكيركب ليا الخاتم غورميت قرب لعنقي، خدا سلسله وركبها وانا بحال لا كيتخو عليا في الماء بارد. اول مره شي حد يكون قريب ليا لهاد الدرجه. عاود ركب ليا الحلقات وقلبي غادي يسكت، ما حيد يدو حتى ربي يغفر ليا كاع دورو. صافي خرج هو باش رجع انا عند العيالات نكمل الحفله. رجعت عندهم وانا معزوزه ما فاهمه والو، واش 3 شهور ونص يترك في هادشي كامل؟ واش نورمال؟ كملت الحفله والناس بداو كيمشيو، انا عييت بزاف، حيت المشطه وطلقت شعري، حيت الحزام ديال التكشيطه حتى الصباط، وبقيت مجمعه مع البنات خالتي كيفوجوا عليا. مع ديجا كانت مشات عند وسطي وبنتها، يقول شويه نطلق نلعب معاها. كنحمش انا البروتوكولات، ما كناش انا ومنير غادي نديرو كاع العرس. فاش كنتفكروا قلبي كيتطعن. صافي وحنا مجمعين جات عندي سنة قالت لي يوسف بغاك طلعي عندو الفوق في السطح. قلت لها مالو هذا ضربو حمار الليل ولا مالو؟ اين السطح؟ وهادي 3 ديال الصباح وزيدون راني مهدودة، عافاك لما قولي حتى الصباح. شافت فيا سمحي لي يا ياسمين هاد المرة ضروري بغاك. قال لي ما جيتيش؟ قال ليها انا هنا. بدا كيدخلني الشك، ياك ما السياق قال لي شي حاجة ولا شي لعبة؟ ما عرفتش منين كيخرجوا لي هاد المصايب. طلعت هزت كشيطة وصباطي في يدي وغير كنأفف محملاش راسي. طلعني 60 طبقة باش يخربق عليا. حليت باب السطح وانا نصدم، شي حد واقف عاتني بالظهر، طاح ليا الصباط من يدي بالصدمة. فاش دار الصوت دار هداك دار داك الواحد اللي كان عمار، شاف فيا وضحك معايا وقرب مني وكيقرب وانا كنرجع له حتى وقف وانا وقف. شاف فيا ياسمين زيدي،
ما عرفت ما نقول ليه. عمر خويا راه بغاني وقال لي نجي، ضحك وقال لي راه انا قلت ليه عيط لك. سمحي لي ياك ما تخلعتي. بقيت غير كنشوف فيه وساكته، وتفكرت بلي انا حفيانه وهزت كشيطه مدخلها في الصمته تقول غادي نشقى. شفت راسي وشفتي هو يطرطق بالضحك. قلت لي علاش كتضحك؟ قال لي والو سمحي لي، ورجع كمل ضحكته. المهم قرب مني وقال لي بغيت نقول لك انك جيتي كتحمقي هاد النهار، ومن اول نهار شفتك فيه بغيت نقول لك انه ان شاء الله ما غاديش ندمي حيت امنتي على حياتك معايا، انه ما غادي يخصك حتى خير ان شاء الله. اللي نطلب منك تكوني مخلصه صادقه معايا، تسبق ربي وعلاقتك معها على اي حاجه، وداركم هي اهم حاجه عندك، وان شاء الله ما تشوفي مني غير للطيب خاطرك. هذا وعد حد الله احسن من كل شيء، وصبري معايا الى قصحت معاك. بقيت غير كنشوف فيه مازال ما مستوعباش كيقول. حاجه وحيده كتضر لي بالي، واش انا نستاهل هادشي اللي كيدير معايا؟ شد لي يدي، تكهربت قربها منه وبعثها، ورجع حطها وقال لي هاد اليد ان شاء الله هي اللي غادي نقبضها في الجنه، عاونيني ونعاونك، انا ماشي كامل وانت كذلك، نكملوا بعضنا. بقيت غير ساكته مصدومه، وزاد كمل سمحي لي على ديك المره راه ما تمالكش نفسي فاش شفتك هكداك، وداك الخدام شافك وعافاك، طلب منك طلب حافظي على حجابك، قيد دخلي شعرك. ضحك معايا وقرب مني وشد واحد شويه من شعري وقال لي هذا ديالي انا بوحدي وانتي ديالي انا بوحدي كذلك، بارك الله لنا وبارك علينا وجمع بيننا في خير. قالها لي ومشى بعد ما عطاني نمرة ديال التليفون ديالو، خلاني في حيرة من عمري. ديك الليلة ما دانيش نعاس، بقيت غير كنفكر دابا يمكن الله هدر لي هادشي باش رجع لي، ويمكن منير ما كان صالح ليا. ايوا هاد الحب الكبير اللي في قلبي ليه فين ديرو؟ هاد الحب منين غادي نجيبو لعمار؟ انا دابا اللي يستحق مرة اللي تبغيه من قلبها. نعست بزاف، طفقت صباح ودازني الفجر لانني كسيانه بزاف. هبط لقيت خويا ومراتو كيجمعوا في حوايجهم باش يرجعوا، حنا غنبقاو مازال مزيان هاد الجو ديال الفيرما كيجي معايا وكيهدني. يلا كنفطر وهي تجيب لي الخدامه على الفيكس. قالت لي اتصال، قلت لها شكون؟ قالت لي لاله رفيده. جاني صوت من التليفون وانا عاسه نوضي تعجني، راه خويا كيبغي المراه حادقه. بقيت كنضحك وقلت لها قالت الطبيبه ربات البيت اللي عندها ثلاثه ديال الخدامات في نيويورك. مات بالضحكه وقالت لي انها عارضه عليا نخرجوا في فاس نضربوا دويره انا وياها وراجلها وعمر. ما خلاتنيش نفكر مازال، وقالت لي بعد ساعه غادي يدوزوا عليا. اوه فاش بغات هاد خيتي تاني وانا عيانه باغي نرتاح. مشيت دوشت حرت شنو نلبس، مازال ما شريت حوايج الحجاب، مشيت غير حوايج ماما. الحمد لله انا كنلبسو قياس واحد، جبت واحد لاغوب صعب الكحله وجايه في الفصاله رائعه، كنت جبتها ليها انا من تركيا ودرس معها زيف في الكورونا، شويه الماسكارا لانه اصلا عندي عينيا كحلين كبار مشفرين حجباني غلط، وعمرني ما حملت الحيدهم كانوا جايين معايا. جيت ندير العطر وانا نتفكر بالحياه وانا نحطو. يلا كنلبس ساعتي والخاتم الزواج، وانا نسمع صوت الباب ديال الفيرما كيتحل. طليت كانت رفيده وراجلها، وتسنيت شفت طوموبيل تاع عمر ساعه ما كايناش، هذا مالو ما جا؟ هبطت عندهم دخلت سلمت على ماما، سلمت انا على رجلها من بعيد على انا باقا نعاود. سولتها فين هو عمر، قالت لي مشغول شويه ونبداو ندورو هو يلحق علينا ماشي مشكل. مشينا للمدينه القديمه اللي اصلا ما كنحملهاش انا، درنا فيها لان رجل رفيده كان فلسطيني تعرفت عليه في نيويورك، كان اول مره غادي يجي لفاس لان ما كانوش داروا العرس، كانت ماتت عائلته كامله في واحد القصف في غزه، هذه غير شي عامين. اول مره كيهبط المغرب. بقينا كندورو معاه، جلسنا في قهوه بلدية، بقينا كنهضروا على الميديسين على شحال حاجه وحاجه، حتى راجلها اختصاصي في العظام بحالو حل منير. تفكرت شويه منير، بقيت كنستعد من الشيطان الرجيم، شي كنحس بيه تحطات فوقت فيه وانا نقفز. طبعا عرفتو شكون عمار، سلم على راجل اختو واختو. انا شد لي يدي وباسه، بقات رفيده كتمز عليا وانا وجهي تقلب ليا ولا الوان ديال الطيف فيه. تغدينا ومشينا كندور، عمار غير شاد لي في يدي وحلف واش باغي مازال يطلقها، غير حاضيني حاضي الا شي حد يشوف فيه، كل دقيقه تخلي شعرك راه كيبان. حتى تعصب قال لي ما تعاوديش ديري هاد الزيف كيزلق. وشويه خداها راه حتى هو بدا كيدخل ليا شعري بايديه، طلع له الدم ودار عند اختو رفيده. كيفاش كديروا لهاد الزمر باش ما كيبقاش هكا يزلق؟ طبقات رفيده بالضحك، واخويا راه الزيف من الحرير سي نورمال. حك في لحيته شاف فيا ورجع شاف فيها، ورينا شي بلاصه كيتباعوا فيها الزيوفه.
قالت لي شوف اخويا راك في السوق قدو قداش، وانا هادي اعوام ما جيت لهنا، حنا نتمشى ولا لقينا شي حانوت ندخلوا ليه. عمر تعصب ما ردها، وانا استغربت علاش ردت عليه بحال هكا، يمكن عن حسن نيه. بقينا غاديين انا وعمر سابقينهم، قال لي حضي معايا شي مول زيوفه. ما تمشيناش بزاف حتى لقينا واحد كان حتى هو ملتحي ولابس العباءه وداكشي. شاف في عمار وقال لي ياسمين اختاري اللي بغيتي، ولكن عافاك زول عليا كاع هذوك الضيوف اللي كيزلقهم، ما نحملش نرجع نشوفهم ونشوفك بهم. قلت لي عمار هذوك هما اللي كيعجبوني، اما هادو خاص ماشي زوينين. وما بعيني بحال شي واحد مخوص حك في الحيط، وشاف فيا وقال لي بصوت منخفض ياسمين مبقاتش في الخاص، بقات في واش مستورين، غتبقى تخرج لي هكا بحال ما دايره لا زيف لا والو. انا راه هنا تحصبت وسيد كيشوف فيا. قلت ليه حتى انا ما شارياش وهكا انا مستوره، بغيتي تبارك الله ما بغيتيش ما عندي ما ندير لك. جلسني في الدار، خرج من الحانوت عند رفيده ورجلها، وخرج مورايا الدخان طالع ليه من نيفو ودني بحال الرسوم. خليه نيت انا ما كنحملش ليه يفرض عليا شي حاجه ويبقى تما يبين عليا في عضلاته. حجاب راني دايره اش باغي اكثر. المهم فاش جاو تكهرب وغادي سبقنا وانا اختو ورجلها اللور، قلت لرفيده تردني للدار لاني اصلا نهيت. فهمتني، قالت لعمر انهم غادي يوصلوني للدار. شاف فيها واحد الشوفه كتخلع وقال لي حداهم انا متقبل منحي عندك ولا شنو؟ لا لا راكي مزوجه، بغيتي شي حاجه طلبيها مني انا، واش خاصني حتى هادشي نعلمو ليك؟ انا هنا تقرصت يلا جيت نهضر. ورفيده غمزاتني وشدت لي في يدي هني تهدني، حشمت منها وحدرت راسي وزدت. هو سابقني وانا موراه وعيني غادي يسيلو في اي لحظه. مشينا الطريق كامل وحنا ساكتين، ورفيدة ورجلها مورانا بالطوموبيل الطريق كاملة كيحكوا لي حيتو كيستغفر الله. وصلني للدار هبط بلا ما نشوف فيه، وتحت ليه الباب ديال ديك الاوضي ديالو اكبر سطح. يلا بغيت داك الباب يطيح، تفوه هبطت مع الصبع ودخلت للدار. يلا جات تهضر معايا ماما، وانا نقول لها ماما عافاك ما فياش. طلعت كنجري لبيتي، بقيت كنغوت حتى ارتاحيت وبدلت حوايجي ونزلت لبس حوايج الفروسيه ومشيت مباشره عند برق. كانت مريضه مسكين حال سحاله، عيط للبيطري وجا كيجري وقال لي بلي تصابت بواحد الفيروس كيهاجم اليوم العمود الفقري ديالهم، قال لي بلي راها تعذبات بزاف، خاصني نختار انهم يقتلوها بواحد الدواء ولا تبقى هكا كتعذب حتى تموت. انا هنا تشوكيت وبكيت، معمرني داك البكا بكيتو. بابا ملي عرف مسكين حتى هو طرطق، راه عشت معنا 24 عام بحال اختي وكنت كنبغيها بزاف، كبت عليها وانا مولات عام. المهم بابا بقى يقنعني باش نرحموها من هذا العذاب. عيط لخويا يوسف اللي سول شرعا ولقى بلي يجوز، بقاو كيضغطو عليا باش نوافق. جا النهار اللي غادي يقتلو فيها برق مسكينه، هبطت عندها كنبوس فيها ونعاود نبكي بحال اختي الحقيقيه اللي غادي تموت. دار ليها طبيب الابره شادة فيها وكنمسح ليها حتى بقات كطفى بحال شي جميعه، وهبطت من نادمها في اخر دقائق عمرها. سبحانك يا ربي خلقتينا كاملين متساويين في الاحساس بالالم، وحنا ما كنرحموش الحيوانات وكاين اللي كيعذبهم. المهم مشاو باش يدفنوها وانا دخلت في اكتئاب كآبة ماليها متيل. 3 ايام ما شفت عمار ولا جا عندي. خالتي كلثوم كل نهار كتعيط لي تسولني الا خاصني شي حاجه، وعرفت من ماما بلا برق ماتت وان حالتي حاله، حتى هي قلبها حنين وشويه تبكي معايا في التليفون. الصباح ما فقت كنسمع ماما كتقول لي ياسمين نوضي راجلك، نوضي عند راجلك. كيفاش راجلي؟ ما راجلي مع 7 الصباح. انا كنجري طليت لقيت طوموبيلته حدا الباب، والله حتى هو. غسلت وجهي مشت شعري، واخا اكتوبر في المزرعه وصباح بكري كيكون البرد شويه، لبست واحد الشال على كتافي، لابسه بيجاما روز كلير وفيها الدونتيل في الباج وشعري جمعته الفوق. هبطت وانا مخلوعه، ياك ما هذا غادي يقول لي انا جيت نطلقك، يا ربي قوله ويهنيني. كان باقي في الجرده ما بغاش يدخل. خرجت طليت من الباب، شافني هكاك بلا حجاب الاول وجا كيجري، خاف لي يشوفني شي حد من الخدامه، دخل وسد الباب وقف شاف فيا. قلت ليه صباح الخير ياك لاباس، بقى كيشوف فيا وشويه بدون سابق انذار، خشاني فيه وضرب لي اكبر تعنيقه يشهدها العالم. انا بقيت فاهمه والو، كنحس غير بصوت انفاسه كطلع وتهبط، انا بحال شي مونيكا ما بين يديه. وعدي هذا مالو، يلا جيت نهضر ويبعدني عليه. ياسمين سمحي ليا، ما كانت مالكش نفسي ملي كنشوفك شعرك خارج ولا الفولاغ ديالك كيزلق، كنقصح معاك ولا اللي وعدتك ما تشوفي مني غير الخير، سمحي ليا بزاف. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه بكل جرأة، انا عارفه كتبغي تنصحني ولكن الطريقه باش كتنصحني بها راه كتستفزني، كتنفرني ماشي كترغبني في ديك الحاجه.
وماشي ديما تبقى تغوت عليا هكاك حدا الناس. وجيت اعتذر راه النصيحه حدا الناس كتولي فضيحه. قال لي عارف عارف والله والله ما تحكمت في راسي، كان وعدك عمرها تكون، وحسنتي ديري مجهودك معايا عافاك وحسني حجابك، راه والله حتى كتفتني انا اللي راجلك وكنبقى مفتون بيك الا خرجت شعره واحده منك. شفت فيه وقلت ليه ان شاء الله زيد تاجي دخل ما تبقاش في الدخله، غادي نقول لهم يوجدوا الفطور. قال لي لا انا جيت ناخذك نمشيو الفطور في افران. تصدمت كيفاش راه 7 هادي ديال الصباح. قال لي ايه سربي يلا الجو غزال. جيت طالعه باش نلبس ويقول لي ياسمين عافاك قبلي مني هاد الهديه ما كرهتش وكنت لبسيها دابا. خديت من عنده واحد ساشي وطلعت وانا عارفه انه غادي تكون شي مصيبه تما باغيني نتغطى بها ولا، ولكن العكس كانت واحد لا غوب رماتيه زوينه بلا كمام وجايه سبور ومعها شوميز محلوله في الرصاصي ومعها واحد الفولا غوز كيحمق. درتو جاي هابط شويه على الكتاف ولكن جاني زوين. درت ماسكارا لبست كونفيرس غوز وبديت كنرجع الايام ديالي اللي شحال هادي مطاو هادي ما لبستها هكا. وخرجت هبطت لعندو لقيتو كيشرب قهوه هو بابا وماما، سلمنا عليهم وخرجنا. شاف فيا وقبض لي يدي وقال لي يلا ياسمين والله الا انتي مالك وعاد كتزيدي كتستري وكتزيدي جمال على جمال في عينيا. شفت فيه وقلت تخينا غايبقى غادي معايا شويه بشويه حتى يدير لي النقاب. طلعنا للطريق كامل هو كيعاودني على مغامرات ديالو الطفوله، صراحه كيغسل بالضحك. وصلنا الافران فطرنا وشدينا الطريق الجبال فوق بقينا غاديين غاديين والمناظر رائعه حتى وصلنا للغابه. حطينا الطوموبيل قال لي يلاه نمشيو نتمشاو، كان الجو رائع والهواء نقي والاستاذ شاد ليا في يدي. شويه جلسنا في واحد البلاصه بقينا كنديروا راه كنت عارف الصراحه بديت كنرتاح ليه شويه ولكن كصديق يعني بحال لا مجمعه ماشي صاحبتي ولا صاحبي مثلا ماشي شي حد كنبغي ما عرفتش. المهم ما عرفاش كيفاش نفسر الاحاسيس. سيد بقى كيسول قال لي بلي هاد القطعه اللي درت مع الميدسين مازال باغي يعرف سبب الحقيقه ديالها. المهم بقيت كنراوغ وهو ما عارفش انه كيقلب عليا في المواجع. شي جاو دوك صحاب العواد شفتهم نتفكر بالق مسكينه بقى كيشوف فيا وانا كنشوف فيهم. قال لي ما كرهتيش ياك دابا تركبي فوق واحد وتعلقي. شفت فيه وقلت ما عرفتش ما عمرني ما ركبت فوق شي حد من غير برق. قال لي اصلا حبيبه مستحيل تركبي فوق شي حد هنا حدا الناس. هبطت راسي وقلت وانا معاه من داويه معاه معقد اصلا. صافي مشينا رجعنا للطوموبيل بقينا غاديين في الطريق كنديروا مسابقه ديال الثقافه وشويه على السيره ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. سيد حافظ باعوام الشهور والاسماء ناري طيرني وانا داكشي اللي بقى عاقل عليه من تحضيري كان بين راسي بيه. واصلا كان كيعطيني الاسئله سهله باش ما يحرجنيش. خديت بزاف المعلومات ومشينا تغدينا في اوتيل في مشليفن. كنت علينا فقلت لي مشي للدار هي تقول لي مالك دايره بحال البيبي دغيا كتعي راك زعما شباب خصك تحركي خصك تكون الحركه وشنو غنديروا راه من 7 ديال الصباح هو كيدور بيا في هاد الجبال. رجعنا ندورو في المدينه وصلنا لواحد البلاصه غزاله هبطنا بقينا كنتمشاو شي هز بالي واحد الدار زوينه عندها واحد السيل اوروبي تقول بحال في انجلترا. قلت ليه بلا ما نشعر يا عمار شوف هادي شحال زوينه. بقى كيضحك قال لي وياه انا عجبتني. قلت ليه وهي فايت لك جيتي لهنا؟ بقى كيضحك وقال لي اه جيت لهنا لانني انا اللي بنيتها. شفت فيه بغباء كيفاش مات بالضحك وقال لي ورا داري هاديك. انا برد فيا الدم فداتي اهو هذا جاي مني لدارو ثانيا لانه غنكونو بوحدنا. وقفت بلا ما نشعر وشفت فيه وقال لي ياسمين مالك ياك ما عجباتكش؟ قلت لي اه بغيت نقول لك لا. حكى حيتو شاف فيا باستغراب ياسمين لا زوينه والله غير قفلنا غير جاني البرد كيف ما قلت لك وهي يمكن نمشيو للدار. غمزني ضحك وقال لي دخلي ترتاحي حتى هنا راه هادي دارك. انا تخلعت بمعقول قلت لي لا مشو دابا عافاك. بقى كيضحك وشد ليا في يدي ياسمين ما تخافيش راه ما عمرني نقيسك ولا نعانيك حتى تكوني مستعده. انا ماشي من هادوك وغنتقي فيك الله لانه قبل من كل شيء هو اللي عطاك ليا وامبوسيبل نضيعك. انا جبتك تشوفي دارك وتعطيني رايك قبل ما نبدا نتسد لانه الا بغيتي نعيش هنا. انا ما كتعجبنيش فاس وما كتعجبنيش السكنه فيها ولفت لندن والمناخ ديالها لذلك قررت نجي نسكن في افران اللي كتشبه ليها. هادشي طبعا الا وافقتي. بقيت واقفه كنشوف ديك لالا مولاتي الدار كانت عندها جرده كبير بحال فيرما وهي غير صغيره في وسط من الخضوره منزل الاحلام. شفت فيه وقلت ليه
اه نشوفوها بعدا. حليا الباب وهو كيضحك. مرحبا بأميرتي. دخلت موراه، كان تصميم ديال الشجر ده رائع وباين عليه ستايل انجليزي سامبل مسروعه. بقيت غادا من موراه حاله فمي تقول عمرني شفت الديور. انا اللي جلت بلدان ومدن، ولكن الفرق اللي كاين انه هادي داري ان شاء الله. دخلنا شفنا الدار، ما كانش فيها الفقير طبقه واحده، كلها مبنيه بديك الحجره وتصميمها رائع غير صغيره، ولكن مازال مؤتة. نهار تأتت غادي تولي حاجه اخرى ان شاء الله. وبديت من دابا كنشوف وكنخطط ليها. شويه قال لي خرجي تشوفي الجرده اللورانيه، خرجت طليته يبان لي واحد الطاوس رائع فارد اجنحته الرماديه ملونه. غوت وانا كنشوف فيه، واو طاووس زوين بزاف. قال لي عارفك عزيزك الحيوانات المصيبه. قال لي هذا كادو من صاحبي هندي، متقربيش ليه هو شويه عدواني، مع الوقت غادي يولفك. عجبتني الدار بزاف، قررنا انه نبداو ناتوها فاش قبلت اننا نسكنو فيها. قررنا نرجعو للدار، وفي الطريق هبطنا صلينا العصر وموراه نهات بحال شي امانه حتى وصلنا للفيرما. ما قدرش يفيقني مسكين، بقى جالس شحال كيتسناني نفيق. انا شخرت حتى بديت كنحلم بربي، شويه حسيت براسي وانا نفيق. بقيت حاط راسو على الفولون ناعس حتى هو ناري. فين حنا؟ ضلت لقيتنا في الفيرما، ولكن علاش حنا هنا؟ قرفت من يدي باش نفيقو، فقد غيا بدا كيضحك. جاب لي شال النص عاود قال لي قلت لك غير بيبي كتنعسي فحال الامانه، كتعزي في الواحد باش يفيقك. حشمت فاش قالها ليا، باينه غادي نكون كاع لي بوزيسيون ديال الغباء درتهم. واش منك يا فم حلو، واش منك يا ريوك، واش منك يا شخير؟ دابا عرفني. ايوا صافي قلت ليه اسمح ليا وجيت هابطه. ويقول لي دابا خرجناك وتسالينا بيك وفرحناك، ما نسهلو منك حتى شكرا. ابتسمت لي وقلت لي برا ميرسي عمار. قال لي هاد ميرسي ديريها في الماء وشربيها، راه كتحيد الشخير. انا لا تصدمت وشوف فيه، واش بصح كنت كنشخر؟ طرطق بالضحك حتى بغا يسخف. خنزرت فيه ديما شاد فيا، هبطت ورجعت تحت الباب. خرج راسو من الشجر، واب شويه لالا ماشي هاديك ميرسي ديالك اللي غادي تشري لي طوموبيل وزيدون؟ كنقولو الله يجازيك بالخير. انا مشيت ما تلفتش ليه، كنت غادي نلوح لي واحد الصبع وانا تفكر بلي راه السيد اخواني، وحتى انا غادي نولي اخوانيه ان شاء الله. ايوا دخلت للدار فرحانه ما نكرش هادشي. طلقتني ماما وقالت لي زوجناك بالمكا، ودابا ما دازش شهر حتى كتدخلي ميته بالضحك. اي والله يدوم عليك يا بنيتي. وانا جمعت الضحكه ودست من حدها، طلعت لبيتي. ناري ما يمكنش هادشي، واش بديت كنسى منير؟ وراه خاصني نسى منير لانه مزوجه دابا، وربي ما كتبش ليا نجمع بيه، وعارف علاش. غادي يدوز حتى هو الوقت وينساني ويعيش حياته. حاولت نقنع راسي بهذه الفكره ودعيت الله يوفقني باش ننساه. فعلا دازوا الايام ورات انا وعمار ما كنتفرقوش، ديما خارجين منها نشريو الاتات ومنها نولفو بعضنا البعض. صراحه هو انسان رائع وحنين، ولكن دغيا كيتحسن. جا الوقت اللي غادي يرجع فيه لندن، انا رجع لمدينتي، هو جا الفرق صعيب حتى انا ولفتو. الصراحه كان غادي يطول شي شويه فرقني هو مساخيش، وثاني مره يحنقني. كلمة تصلي في راسك وفي صلاتك وحجابك ما كتفارقوش، وهو غادي وكيقول لي قري القران. ياسمين قران صراحة بقى في الحال فاش مشى، وتوعدنا باش نبداو كل نهار نديرو سكايب. رجعت ريما العادية القديمة غير الدار، وإلا خرجت مع ماما مرة باش نوجدو العرس. وخويا حتى هو ولا مزيان معايا الصراحة، خاصة أنه عمار كيقيل يشكر فيا ولعطيني الحرية نخرج بوحدي. كانت سدات شي شهرين دغيا كطير، وقرب عمار يجي. واحد النهار عيطت لي عايدة باش نخرجو، وقالت لي بلي عندها سوتنونس في هاد الأيام لانها كانت كبيره عليا بعام. صراحه فرحت ليها، ضرني خاطري لانه الميديسين كانت حلمي، ولكن هذا قدري. صافي قلت لها انا جايه نحضر ليك. قلت لها عمار، وقال لي سيري باش ديري القلب وترجعيني لقرايتك. صافي لبست وقديت حق راه قديت حجابي وحسنته، وليت كنلبس غير لي روب تقريبا ولي شال شويه طوال. كلشي تخلع فاش شافني، غير خويا اللي ميت من الفرحه. صافي بس شريتها ليها، شريت لها بوكيت فلور كادو صغير، ومشيت. انا شويه ستريسي لانه هادي شحال ما دخلت لافاك، غتلاقيت دوك الناس اللي كنعرف، ما عرفت شنو غادي ندير. دخلت كانت بدات تسوت ناصيت مع طلع بالعاني باش تلقى كلشي. دخلت من الباب اللوراني ديال لوفي بحال شي وحده ثالثه. جلست اللور شافني صاحبتي مسكينه ضحكات معايا، وكلشي تلفت اللور شافني. ناري وانا تخبيت من ورا داك البوكي
كملات صوت نص وجمع لي البنات، واه ياسمين ياسمين، واه سي با بوسيبل، تبدلتي فين مشيتي؟ غبرتي. وانا غير كنضحك الضحكه الصفراء، قلت لهم انني غادي نكمل قرايتي في لندن. صافي تفكيت منهم غير بزز. هبطت عند عايده وضربت لها اكبر تعنيقه، وبقيت كنبوس فيها وهي كذلك، وعطيتها كادوها واعتذرت كان خاصني نمشي قبل ما نزيد نشوف شي حد. قلت ليها انني عارضه عليها الغد لي احتفالا بالنجاح ديالها. وفعلا هذاك الشيء اللي كان. حجزت واحد ريستو زوين على شاطئ البحر، كنت كنمشي لي انا ومنير، المهم سبقتها قديت كلشي مع السربعيه باش نديرو لها سوربريز. وجلسنا كنتسنى، جلست كنتسنى حتى كيدخل عليا واحد بنادم معاه، شفتو تكب عليا سطل ديال الماء بارد بالخلعه والصدمه. وقفت بلا ما نشعر وانا كلي كنرشف، يا ربي ناري يا ربي شنو غادي ندير. اخر واحد كنت متوقع نشوفه هو هذا، لا هذا اللي عندي، شنو غادي ندير؟ يا ربي قرب لعندي عندي ومد لي يده. بقيت كنشوف فيها وانا مسمره، ما حسيتش حتى نطقت. منير قال لي ما غتسلميش عليا. ياسمين بقيت غير مصدومه وكنشوف، جا للكرسي وجلس وقال لي جلسي يا ياسمين. بقيت كنتلفت على اليمين وعلى اليسار، قال لي ما كمخلوعه من خوك ولا من راجلك؟ قلت لي شكون قالها لك؟ شاف فيا بالاستهزاء، انت يا ياسمين. شفت فيه بصدمة، كيفاش أنا؟ ابتسم بسخرية، نسيت آخر رسالة صيفطت ليا مع عايدة، كتقول ليا فيها أنك غادي تجي لعندك، جي لعندك ألمانيا ونزوجو. أنا هنا صرت طريقي، أكيد فاز هذيك الرسالة 7 شهور، ولكن ما نسيتهاش. شفت فيه وقلت ليه يلا نمشيو من هنا نهضرو في شي بلاصة أخرى. أش كندير؟ مبقيت عارفة شنو خاصني ندير. فاش بان حدايا منير تقلبات الدنيا، صفاها لها. مشيت خلصت لهم كل شيء وجيت خارجه من الريستو، لقيت عايده قالت لي اسمح لي يا ياسمين، ما خلاليش خيار اخر. شفت فيها بعدم تصديق وقلت لها الله يجازيك بالخير عايده، حطيتيني في اجمل موقف في حياتي. وخرجت مشيت هزيت طوموبيلتي ومنير تابعني. يا ربي سيدي شنو غادي ندير في هاد الفضيحه؟ دابا وصلت نمشي للدار نيشان، يفهم منير انني ما بغيتش نهضر معاه ولا نمشي لديك البلاصه اللي كنا كنمشيو ليها. ولكن توحشتو، يا ربي شنو ندير؟ عاوني يا ربي. ما حسيت براسي حتى كنت وقفت في البلاصه اللي كنا موالفين كنتلاقاو بها. هبطت وانا كنرجف وكان الريح وزيفي كيطير وانا كنشد فيه. نزل حتى منير بقى واقف كيشوف، يا ما عرفت نقول ليه منير علاش رجعتي؟ انا تعصب وقال لي رجعت باش نشوف بعيني واش بصح داكشي اللي قالوا لي الناس كاين اولا لا، وباللي حبيبتي اللي بغيتها 6 سنين وربيت على يدي ياخدها مني شلاه بيبو الحياه معقد فرمشه عين ونسيها فيا. وفاش نجي عندها في بلاصه ما تنقز تعنقني وتقول لي علاش جيتي؟ انا شديت راسي بيدي لحد الان ما متيقاش وزاد كمل بالغوات، هذه هي منير انا نجي عندك ونتزوجو، انت اللي كنت غادي نفني حياتي على قبلك. قولي لي يا ياسمين، قولي لي وهنيني انك غير مجبوره، وانا دابا جيت باش ناخذك معايا نهربو دابا، والله حتى حد ما يقدر ياخذك من دي. انا هنا بقيت كنبكي. جا قرب مني وانا نقول له بعد بعد عافاك ما عندكش حق، انا مره مزوجه. انا جهره بدا كيغوت، كيفاش عاودي مزوجه؟ مزوجه بالكذوبه ياسمين، مزوجه براجل ما كتبغيه ما كتعرفيه. وانا كنغوت موراه، حيتاش انت سمحتي في يوم مشيتي، نهار صيفط لك قلت لك اجي ديني ما جيتيش، صافي دابا فات الفوت، واش بغيتيني نقتل والديا؟ قال لي انت اصلا ما عارفاش اش داز عليا، انا شويه وغادي تخرجي لي على مستقبلي. شحال وانا كنداوى عند طبيب نفساني، بقيت كنعس غير بالدواء ياسمين. انا طاح فوق الارض كيبكي بحال شي مرا، اول مره نشوف منير في داك المنظر قلبي كيتقطع عليه. شفت فيه حتى عييت وجلست حداه، بقيت حتى انا كنبكي. خويا هو السبب في هادشي كامل، كان غير قبل نتزوج منير وعمر يا خوتي وحده اللي تبغيه من الاول. شويه سكت منير، شاف فيا وقال لي بصوت عامر بالرجاء، ياسمين ياسمين انا مزاوك يلا معايا. بقيت كنبكي ونشف فيه ونقول لي فات الفوت، ما نقدرش يا منير ما نقدرش. بقى كيرغب فيا وكيشد ليا في يدي وانا كنحيدهم ليه، محطوطه في موقف لا احسد عليه.